أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. بإذن الله هنبتدي النهاردة Lecture 2 في النار، ودي طبعا في موضوع أنا عارف مسبب لبعضكم مشاكل، وهي الـ Action Potentials بأنواعها والـ Ionic Basis والـ Excitability Changes. وزي ما قلنا في سبيل تحسين السيستم، فإحنا هنحط الـ أسئلة ريليتد للمحاضرة عشان ده هيبقى أفضل. فإحنا هنبتدي، كنت نزلت لكم امتحان نيرف الماسل، فتعالوا أو آسف نيرف على النيرف على المحاضرة الأولى، تعالوا نحاول نحله مع بعض. فالامتحان على النيرف وهو كالآتي اهو، عشان يبقى جزء اصيل في الفيديو فيبقى تقدر تحتفظ بيه. طبعا لما تبقى تحل يبقى ثبت الصوره وما تبصش على الاجابات اللي بالتحت، يعني لو ما كنتش حليت. انما هو نجاوبه تاني. السؤال الاول كان الامينيتد نيرف فايبرز، والاجابه الصحيحه كانت ار بوست جانجليونيك اوتونوميك فايبرز. بوست جانجليونيك بيبقوا سي فايبرز امينيتد، يبقى الاجابه الصحيحه بي فور بيبي. السؤال الثاني كان regarding كروناكسي، فكانت الإجابة الصحيحة إن it's a measured excitability. طبعا انتوا عارفين الكروناكسي هو that minimal time needed by double diuresis، ما هياش double diuresis A وما هياش the minimal time اللي هو T، هي minimal time needed by double diuresis، وطبعا it's taken as the measure of excitability. فالإجابة الصحيحة C for cat. Resting membrane potential is maximally affected by changes in. ده من أشهر الأسئلة في الـMSQ. وحفظتها لك حتى سماعي، قلت إن resting membrane potential ده بنسميه polarized state. أوعى تنسى ما حييت. الطلبة بيقولوا بنسمع صوتك. الـ polarized state اللي بيأثر فيه هو الـ potassium. أوعى تنسى. أكتر حاجة تبوظ الكهرباء الأساسية during rest هي الـ polarized state، هو الـ potassium. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ نيجي بقى السؤالين اللي جايين دول صعبين، وبوريكوا example الأسئلة اللي بتيجي هنا. هنا طبعًا الامتحان كله في أمريكا وفي كندا multiple choice فقط. وزي ما بقول إنه التقدم العلمي قائم على التدريس من ناحية اللي هو الفهم، مش الحفظ، مش التسميع، مش الحاجات دي، لا تلزمهم هنا على الاطلاق، مش عايزين هم ناس حفيظه. ونمره اتنين الامتحانات. فتعال نشوف، ادي مثال لمسالتين عاوزين نفكر معاهم. بيقول لي عشان كده هقراهم بالكامل معاكم. Regarding الصوديوم بوتاسيوم بامب، اختار الانكوريكت. All are correct except. هل هو انتي بورت؟ طبعا، لانه بيرمي انتي بورت، قلنا مادتين في اتجاهين، فهو بيرمي الصوديوم اللي بره في مكانه الاصلي والبوتاسيوم اللي جوه في عكس الاتجاه، يبقى هو انتي بورت بامب. هل هو الكتروجينيك؟ طبعا، لانه 3 صوديوم يقابلهم 2 بوتاسيوم، يبقى عليه الاوتر سيرفيس اللي عليه 3 صوديوم هيبقى مور بوزيتيفلي تشارجد بالنسبه للانر اللي اتحط عليه 2 بس بوتاسيوم. وعشان كده اعتبرنا الصوديوم بوتاسيوم بامب القوة الثانية في صناعة الريستنج ميمبرين بوتنشال. هل هو اف ستوبت، في عندنا مادة بتبوظ الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، الانزيم اللي بيدي الطاقة فتوقف صوديوم بوتاسيوم بامب، هل السيلز هيحصل لها ايه في الحالة دي؟ والسويل اند رابتشر، صح طبعا. عارف ليه؟ وقفت صوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى الصوديوم اللي دخل جوه الثلاثه اللي دخلوا صوديوم مش هيخرجوا، والاثنين بوتاسيوم اللي بره مش هيدخلوا. يبقى تاني عايزك تتخيل من غير بامب، يبقى ثلاثه بالعكس، ثلاثه صوديوم جوه واثنين بوتاسيوم بره، يبقى عدد الايونات اكتر فين؟ جوه. ثلاثه صوديوم جوه هيفضلوا جوه مش هيقدروا يطلعوا بره. واحنا قلنا الاوزموتيك بريشر في المحاضره السابقه بيعتمد على النمبر اوف اينز، يبقى هنا الصوديوم اكتر هياخد، هيشفط ميه، الخليه هتنتفخ وتنفجر وتوفر الله. لان قلت صوديوم بوتاسيوم بامب ده مش موضوع نيرف الماسل بس، ده في كل خلايا الجسم.
سؤال دي if stopped هل الممبرين هيحصل فيه هايبر بولاريزيشن؟ هي دي اللي غلط وعليها هي الاجابه اللي تختارها. لو وقفت سوديوم بوتاسيوم بامب يبقى الار ام بي معتمد فقط على الريستنج ممبرين بوتنشال، اسف على الريستنج ممبرين بوتنشال معتمد فقط على السلكتيف بيرميابيلتي اللي هي مسؤوله عن كام؟ عن ناقص 86 بس، يبقى بدل ما احنا ناقص 90 بقينا ناقص 86، يبقى ده حصل ديبولاريزيشن. القيمه الفرق بين الاوتر والانر، انسى الاشاره، الاشاره ماينس دي ملهاش اي قيمه. احنا مش رياضيا هتقول لي رقم ناقص 86 اكبر رياضيا من ناقص 90، احنا عارفين الاشاره دي لا ترمز للكم انما ترمز لنوع الشحنات على الانر سيرفس انها نيجاتيف. فبدل ما فرق الجهد هيبقى 90 والانر نيجاتيف هيبقى فرق الجهد اقل 86 الانر نيجاتيف، يبقى حصل بالعكس ديبولاريزيشن مش هايبر بولاريزيشن، فدي الاجابه الخطا. وهنشوف النهارده مع الاكشن بوتنشال هتفهمها اكتر باذن الله. طيب السؤال الخامس ده بقى يعني، ودي تجربه على فكره عملوها هنا، هم بيجيبوا لهم التجارب وازاي الناس يعني خرجت بالمعلومات. اذا الالفا الاي الفا فايبرز خليتها سراوند بس بفلويد فيه بوتاسيوم، الريستنج ممبر بوتنشال هيبقى ايه؟ فكر لو الفلويد فيه بوتاسيوم فقط بالنورمال كونسنتريشن يبقى هطبق المعادله اللي بتتعامل مع اين واحد بس مش مع كل الاينز، يبقى اختار هل هي النيرنست ولا الجولدمان اللي بتتعامل مع اين هي النيرنست، يبقى هنطبق معادله اين واحد بقى البوتاسيوم. في الحاله دي هيطلع الريستنج ممبرين بوتنشال هو القيمه بتاعه البوتاسيوم اللي هي ناقص 94. طب طالب يقول لي طب ما لسه في صوديوم بوتاسيوم بامب. لا يا بابا ما فيش صوديوم بوتاسيوم بامب، الفلويد ما فيهوش غير بوتاسيوم. الصوديوم بوتاسيوم بامب عشان يحدث كانت اول جمله لازم all sites are saturated، لازم تملى 3 صوديوم و2 بوتاسيوم عشان يشتغل. طب هنا انت الفلويد ما فيهوش غير بوتاسيوم يبقى وقف صوديوم بوتاسيوم بامب، فانت معتمد فقط على السلكتيف بيرميابيلتي وفقط على ايون واحد اللي هو الاهم طبعا اللي هو البوتاسيوم. ففي الحاله دي هيبقى الريستنج ممبرين بوتنشال هو بالظبط الايكوليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم اللي هو اكوردنج تو نيرنست ماينس فاكر 61 لوغاريتم البوتاسيوم انسايد على اوت سايد 35 على 1 قلنا بتطلع النتيجه 94. دي هي الامتحانات، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى هي دي. بليز الامتحانات دي أنا بتعب فيها إيكوالي قد الشرح، محدش يستخف بيها، أنت في الآخر هنقيمك مش أنت سمعت إيه، هتجاوب إيه في الامتحان. ف يعني بليز إحنا قلنا في سبيل إن إحنا تحسين السيستم دلوقتي أهو بنحط أسئلة مالتيبل تشويس والاجابات بتنزل لك قبلها بشويه وراها الاجابات. انا عايز اقول لكم حاجه، ان باذن الله اذا كان في العمر بقيه وفي الصحه بقيه احنا في الاخر هنعمل يعني نوعين من الامتحانات، هنعمل امتحان كبير على كل ماده، يعني على الاوتونوميك كاميرا، على النيرفال ماسل كاميرا، على انتروداكشن، على البلاد وهكذا. وامتحان تجريبي يماثل تماما الامتحان اللي هتدخل فيه في الترم. لان انت مش هندخل احنا مفيش ممثل يطلع المسرح من غير ما يبقى عامل اكثر من بروفا. فكره الامتحان اللي هو تجميعي لكله زي اللي هتتعرض ليه عشان تعرف مستواك قبل ما تدخل بالظبط، تبقى عارف. طب انا عاوز اعرف مواطن الضعف عندي عشان كده هعمل لك اوتونوميك لوحده، نيرفا مصر لوحده، انتراكشن لوحده، بلاد لوحده وهكذا، عشان تشوف هو انهي امتحان لوحده اللي بتجيب فيه نمره اقل، يبقى هي دي الماده اللي تراجعها اكتر. فباذن الله هنعمل كده. We have system متكامل وبنسعى إلى تحسينه. فتابع معي. نيجي النهاردة للمحاضرة بتاعتنا، أنا عارف إن كثير منكم مستنيينها، وهي الـ Action Potential. فنتوكل على الله ونبتدي محاضرة الـ Action Potential. دلوقتي إحنا قلنا يا شباب
ان الكهرباء في النيرف عن مصل مسرحية من ثلاث فصول بيقوم بها ثلاثة تشانلز، كنا درسنا واحدة منهم بس، وقلت ان الثري تشانلز دول خد فيهم جائزة نوبل هودجكن وهاكسلي. وانا برضو اقول مرة اخرى للي بيسمعني اول مرة، جائزة نوبل بتعطى في الميديسن والفسيولوجي مع بعض، يعني هي جائزة واحدة للميديسن والفسيولوجي. وده ليه؟ عشان تقدم الميديسن اساسا مرهون بالبروجريس بتقدم الفسيولوجي، وده مش هزار. انا هقول لك حاجة صغيرة، كان امبارح عندي واحد صديق ابنه هنا في اليونيفرسيتي في تورونتو، بيسموها اليو اف تي، بيدرس طب بس بيفهم عربي، فهو زملائه من العرب بيسمعوني، فكنا بنتكلم عن أهمية الفسيولوجي. هو راجل مهندس، فقلت له أقول لك حاجة بسيطة جدا، أنت ممكن تصلح عربية، ما أنت وظيفتك كطبيب تصلح الخلل من غير ما تبقى فاهم النورمال ميكانيزمز اللي بتشتغل بيها كل حتة في العربية. يعني ممكن تدخل تصلح وأنت مش عارف هي الأول شغالة إزاي؟ فقال لي لا معاك حق. قلت له احنا بقى الفسيولوجي مش انا بقولها ان هما في نوبل بيدوا الجائزه في الميديسن والفسيولوجي مجتمعه، وعلى فكره ومعظم الجوائز بتتاخد في الفسيولوجي عشان تبقى عارف، لان هو البروجريس اساسا في الفسيولوجي دلوقتي بيعملوه احسن بقى على موليكولر يعني ليفل. فبليز اهتم بالفسيولوجي كويس قوي قوي قوي، لا يمكن هتبقى طبيب ناجح من غير ما يفهم الفسيولوجي، لا يمكن. هتصلح abnormal function وانت ما انتش فاهم النورمال فانكشن. وبليز حاول تتابع محاضرات العبد الله، لانها لا تعتمد على التحفيظ والقراءة انما على الفهم والفهم العميق، فحاول تتابعها معاك كويس قوي قوي، وكل مرة هتلاقي كده. وبعدين هقول لك حاجة عشان تعرف، برضو قلنا في جائزة نوبل اهو، قلت احنا في الاوتونوميك جائزة نوبل في الأستايلكولين، جائزة نوبل في النور أدرين، دلوقتي جائزة نوبل في التشانلز هودجكن وهاكسلي. ويمكن ناس بتسألني هو أنت ليه بتقول أسماء الناس؟ عارف لو بندرس هنا ما قلناش أسماء الناس يلغوا العقد بتاعنا فورا. تسألني ليه؟ هو إزاي بيحصل progress of mankind؟ بأنه ناس بيبقى عندها motives، حماس إنها تخترع وتعمل وتكتشف عشان اسمها يخلد في التاريخ، ما يروحش الى زباله التاريخ، يخلد. طب اذا انت طالب ولقيت ان الناس اللي تعبوا وعملوا اكتشافات وقدموا الانسانيه اسمهم لا يذكر في المحافل الطبيه في الجامعات، ما لا يذكر فين؟ ايه الموتيف، ايه الدافع انك انت تشغل دماغك وتحاول تكتشف حاجه الا انك بتشوف ازاي الناس دول تملي اسمهم يتقال؟ عشان كده هنا اتس ا ماست انك لازم تقول اسم المكتشف، اللي هو انا عارف ان زملاء كثير يعني كثيرين ما يعرفوش اساسا مين اكتشف ايه، ولا التجارب اللي عملوها، ولا وصلوا ازاي اساسا لهذه الحقائق. دي سلايد بقولها مش عشان اضيع وقتك، ومش عشان فقره المعلومات العامه دي نمره 2، عشان ده لازم عشان تستثيرك انك باذن الله تبقى زيهم كده، كما رحمه الله احمد زويل والناس دي. طيب نبتدأ المحاضرة الثانية في النيرف، ودي عاوزك بقى كلك آذان صاغية معايا كويس جدا. قلت يا شباب على ايدك دلوقتي الشمال، واتمنى الريزوليوشن يبقى كويس بعد ما الايباد اللي هو البرو ده، ايباد برو، مسرحية من ثلاث فصول. اول فصل اهو اللي بشاور عليه بالليزر خدناه المحاضرة السابقة اللي هو البولارايز ستيت، ان الريستنج ممبر بوتنشال في اثناء الريست بتبقى كل خلايا جسمك خاصه النيرف المسل بيبقى فيه بوتنشال ديفرنس ما بين بره وجوه. في حاله الاي الفا فايبرز، وقلت لك ليه نقينا الاي الفا فايبرز، انا عارف ان في جامعات بتاخد ارقام تانية. الله، هو معظم الناس اشتغلوا ليه على الاي الفا ما اشتغلوش على البي ولا فايبر؟ لانه ده اكبر فايبرز فايزلي ديستكتد، سهل نشرحه ونخرجه. وخد بالك احنا مش هنشعل على النير، على الفايبر، كل الكلام ده تحت الميكروسكوب عشان تبقى فاهم. فليه نصعب على روحنا؟ فعشان كده بيحبوا يشتغلوا على الاي الفا، عشان كده ملتزم باعداد الاي الفا اكتر،
مع ان انا عارف ان في جامعات قال عشان يختلفوا يقولوا ارقام تانية بتاعت البيو بتاع فلخبطوا الطلبه بس ادي ادي اللي يصل اليه. ففي الاي الفا فايبر البولارايز ستيت ريستنج ممبر بوتنشال قلناها في المحاضره الماضيه بيبقى في فرق جهد بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، وقلنا يعبر عن فرق الجهد من وجهه نظر انهي سيرفيس الانر سيرفيس بيبقى عشان كده بيكتبوها ماينس 90. لو ما حطيتش ماينس تبقى غلط لان اتفق العالم كله انك تديني معلومتين ان في فرق 90 وتقول لي الاشاره، لان الاشاره دي بتعبر عن الانر سيرفيس اتفاق عالمي. اما تقول لي ماينس 90 يبقى انا خدت معلومتين ان في فرق جهد 90 وان الانر هو اللي عليه نيجاتيف تشارج، احنا متفقين. واهم حاجه قلت ملي فولت ليست بفولت. مين المسؤول عن الفصل الاول ده اللي هو قبل اعطاء المؤثر؟ شانل اسمها انوردز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. انت لو عايز تفهم علمتك حاجه لطيفه قوي، هما بيتكلموا من الشمال يمين، احنا بالعربي بنفهم من اليمين للشمال، مخنا يعني اتصمم اتوضب على انه من اليمين للشمال. يعني لو انا اقراها كده اقول يبقى دي تشانل من الاخر الاول. ليه سموها بوتاسيوم؟ لانها بتسلكت البوتاسيوم اكتر من غيره من الايونات. قلنا كانت بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم كم مره؟ فاكر 20 100 مره، والبوتاسيوم اساسا جوه. فلما هي تسلكت البوتاسيوم البوتاسيوم فرصته انه يخرج وهو بوزيتيف فيبقى بره مور بوزيتيف بالنسبه لجوه. وطبعا شرحناها تفصيليا ايه هي السلكتيف بيرميابيليتي والمعادلات، ارجع للمحاضره السابقه والصوديوم بوتاسيوم بام. ده الفصل الاول قلناه. الفصل الاول قبل اعطاء المؤثر. طب لو انا اديت ستيمولس وقلنا الاستيمولاي عندنا انواع ميكانيكال وكيميكال وثيرمال والكتريك، احنا بنختار مين؟ الالكتريكال في المحاضره السابقه قلت ليه. هيحصل الفصل الثاني والفصل الثالث لما اي نيرف اديله ستيمولس هيحصل ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس في الاستقطاب. ليه بقى؟ لان الاستيمولس ده هيفتح شانلز هناخدها دلوقتي حالا للصوديوم اللي هي برضو خدوا فيها جائزة نوبل هوجكن وهوكسلي. فلما يفتح شانل للصوديوم، الصوديوم بره اكتر كم مره؟ فاكر رقم 10 مرات. يبقى الاستيمولس بيفتح الشانل ساعه الصوديوم، فهيدخل الصوديوم لانه بره اكتر يقلب الاستقطاب، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. طب عبر عن فرق الجهد. فرق الجهد بيبقى 35، عبر عنه. انت بتهتم بانهي سيرفيس؟ بالانر. الانر دلوقتي هيبقى عليه ايه لما يدخل الصوديوم البوزيتيف جوه؟ هيبقى جوه بوزيتيف، يبقى لازم تكتبها بلس 35 ملي فولتس. دي الفصل الثاني اللي هو اسمه دي بولاريزيشن. الحقيقه الامريكان الصح هو مش ما حصلش دي بولاريزيشن، حصل ريفرسال بولاريتي، انعكاس في الاستقطاب. لو انت فاهم لغه دي بولاريزيشن يعني انعدام الاستقطاب، دي يعني نو، زي ما اقول لك دي نيرفيشن لما تشيل النيرف يبقى دي نيرفيشن، دي يعني مفيش. هل هنا مفيش استقطاب؟ لا، هنا الاستقطاب انعكس. انما الامريكان بيحبوا الاختصار حتى لو كان مخل، فقالوا وهم معاهم مش على الحضاره، وريتك ان اكتر من ثلث الفائزين بجوائز نوبل هم من الامريكان، فقالوا لا احنا مش هنقعد نقول ريفرسال اوف بولاريتي، مع ان ده التعبير الصح، حصل انعكاس في الاستقطاب ريفرسال بولاريتي، هنقولها في كلمه اسهل دي بولاريزيشن. واحنا فاهمين المعنى في بطن الشاعر ان احنا نقصد ريفرسال بولاريتي. اتمنى تبقى وصلت النقطه. يبقى مش يبقى اللي حصل فعلا تبقى فاهمه حصل ريفرسال اوف بولاريتي، انما هنسميها دي بولاريزيشن. طيب بعد كده النيرف عاوز يرجع لحالته تاني، فالفصل الثالث بعد ما يحصل دي بولاريزيشن هتقفل الصوديوم شانلز ويفتح شانلز جديده بتفوت بوتاسيوم برضه، تعمل بوتاسيوم افلكس. يعني الاولانيه كانت بتعمل صوديوم انفلكس، انفلكس يعني يدخل لجوه، دي هتعمل بوتاسيوم افلكس، يطلع البوتاسيوم ترجع ريما لعادتها القديمه، يرجع الاوتر سيرفيس مور بوزيتيف بالنسبه للانر سيرفيس، وفرق الجهد زي ما كان فاكر 90
ومن وجهه نظر الانر سيرفيس اصبح الانر تاني بينقص على الاوتر 90، فنقول ماينس 90 ملي فولت. وهنا الاسم معبر جدا، يسموا هذه الظاهره ري بولاريزيشن يعني اعاده استقطاب. يبقى انت شايف المسرحيات الثلاثه دلوقتي، مفيش عندنا غيرهم وفي منتهى البساطه. يبقى حضرتك وانت قاعد دلوقتي النيرف بتاعتك during rest في انهي حاله؟ في البولاريز ستيت. بسبب مين؟ البوتاسيوم. طب لما ندي ستيمولس للنيرف هيدخل الصوديوم، هيعمل ايه في النيرف بتاعك؟ ديبولاريزيشن، هيقلب الاستقطاب، هيبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، وفرق الجهد بقى جوه يزيد عن بره 35 ملي فولت. ثم هتعود الامر الى سابق عهده عن طريق ان هيرجع تاني البوتاسيوم يخرج، يحصل بوتاسيوم إفلاكس، وترجع بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه ينقص 90 ملي فولت اللي هو ريبولاريزيشن. اول سؤال ام اس كيو مهم جدا and you will never forget it، هقوله بطريقه نفس بس هعتمد على السمع. يبقى عندي ثلاث فصول: polarized state حالة الاستقطاب، ثم depolarization انعكاس الاستقطاب، ثم العودة لحالة الاستقطاب repolarization. يوجد كم آين بيلعب في المسرحية دي؟ 2 آينز بس. البوتاسيوم مسؤول عن polarization والrepolarization، طب والصوديوم عن الديبولاريزيشن. هتقولها لو يمكن هتنساه برضه، هستخدم الصوت. البولاريز ستيت والري ري ايه اللي هي الفصل الثالث، ري بولاريزيشن، الاثنين سببهم بوتاسيوم، اوعى تنساها. يبقى الفصل الاول والثالث البولاريزيشن والري بولاريزيشن سببهم بو 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 بوتاسيوم، بس التشانل مختلفه. هنشوف دلوقتي التشانل مختلفه تماما، يعني هو قال بوتاسيوم هو نفس اللاعب بس بيستخدم هنا تشانل غير هنا، بينما الديبولاريزيشن سببها لاعب مختلف اللي هو الصوديوم، صوديوم انفلاكس، دخول الصوديوم. يبقى ثلاث فصول بلاعبين، البولاريزيت والريبولاريزيشن سببها بوتاسيوم، بس التشانل اللي بيدخل منها هنا غير هنا. يبقى الديبولاريزيشن سببها لاعب مختلف تماما اللي هو صوديوم. في الفصل الاول والثالث كان البوتاسيوم بيحصل له إفلاكس بيطلع، في الفصل الثاني الديبولاريزيشن الصوديوم بيحصل له إنفلاكس بيدخل. يبقى دي اول معلومه تبقى عارفها كويس قوي. طيب نفكر بهدوء. يبقى انا لما بدي ستيمولس للنيرف يحدث ظاهرتين. الاول بدل ما هو في البولاريز ستيت هيحصل ديبولاريزيشن بسبب الصوديوم انفلاكس، ثم ريبولاريزيشن بسبب البوتاسيوم افلاكس. لازم كلمه انفلاكس وافلاكس تبقى عارفهم كويس قوي. الصوديوم انفلاكس بيدخل لانه بره اكتر 10 مرات، البوتاسيوم بيخرج، بوتاسيوم افلاكس انه جوه اكتر 35 مره. أول مسرحية كان البوتاسيوم بيتحرك من خلال إيه يا شباب؟ حافظين، الـ inward rectifying potassium channels. طب عاوز أسألك سؤال في MSQ، channel يبقى تركيبها إيه؟ اختار بروتين ولا ليبيد ولا كربوهيدرات؟ عرفت الإجابة؟ بروتين. قلت وهعيد تاني للناس اللي يسمعوني أول مرة، كل الأكتيف parts في جسمك بروتين، مفيش channel في جسمك إلا بروتين. ما تقراش إجابة السؤال، all channels are protein. وهنا بتخرج البوتاسيوم، قلنا قد الصوديوم كام؟ 20 مرة. المعلومة بقى لما كنتش تعرفها في المحاضرة اللي فاتت هقولها لك بقى، هذه channel non-gated، مفتوحة على طول، non-gated مفيش gate. نيجي الفصل الثاني، لما ادي ستيمولس قلت هيعمل ايه بقى الاستيمولس ده؟ هيفتح فولتج جيتد صوديوم شانل اللي هي دلوقتي هتبقى على ايدك اليسار، فولتج جيتد صوديوم شانل. تمام؟ انا بقى نتعلم عن الشانل دي، ده خدوا جائزه نوبل فيها، تصور لطالب ذكي هي الكلمه بتوصف القصه.
قول معايا من الاول، احنا هما بيفكروا من الشمال لليمين، احنا من اليمين للشمال، احنا اهل اليمين، الحمد لله ان احنا اهل اليمين. شانل يبقى ايه تركيبها؟ ايه اختار بروتين ولا كربوهيدرات ولا ليبيد؟ بروتين، ما فيش شانلز الا بروتين، الاكتف بارت في السيل هو البروتين. قالوا صوديوم، يبقى هتمرر ايه؟ صوديوم. طب الصوديوم اساسا فين؟ بره 10 مرات قد جوه، يبقى اما تفتح هيحصل صوديوم انفلكس يعمل لي ديبولاريزيشن. تمام؟ قالوا جيتد، هنا يبقى الاولانيه بتاعت اللي خدناها المحاضره الماضيه كانت نون جيتد، انما دي بقى قالوا جيتد، يبقى عندها جيتس. عندها كام جيت؟ عندها 2 جيتس، اوتر جيت وانر جيت. اوتر جيت وانر جيت. قالوا فولتج جيتد، يعني الجيت دي بتفتح بالكهرباء، لما تدي ستيمولس ويعمل تغير كهربائي بيفتح الجيت، يبقى هي شرح روحها تشانل. فولتج جيتد صوديوم شانلز، اقرا من الاخر الاول، شانلز يبقى بروتين، صوديوم يبقى لو فتحت مع هي بتفوت صوديوم بس، الناس دي ما بتهزرش، صوديوم شانلز اللي هو بره اكتر 10 مرات يبقى يحصل صوديوم انفلكس يخلي جوه مور بوزيتيف، يعمل ريفرس بولاريتي اللي بنسميها للتسهيل دي بولاريزيشن. جيتد يبقى عندها جيتس، عندها 2 جيتس، واحد في الاوتر واحد في الانر. حتى قلت لك رقم السعد في الصوديوم 2، كل حاجه في الصوديوم 2 لو كنت فاكر. يبقى الشانل بتاعتها عندها 2 جيتس. فولتج يبقى بتفتح بالفولت. طيب نورمالي ديورينج ريست، يعني في البولارايز ستيت اهي، لو جيت جنبها ديورينج ريست في البولارايز ستيت بتبقى الشانل دي قافله، هي عندها 2 جيتس. لطالب ذكي هي عشان تقفل كفايه جيت واحد يقفلها، انما عشان تفتح لازم الاثنين يفتح، مفهومه؟ يبقى هي عشان تقفل لازم تقفل بجيت واحده بس، كفايه جيت واحده تقفلها، لكن عشان تفتح لازم تفتح الاثنين. طب ديورينج ريست هل هي قافله بالاوتر ولا بالانر؟ احنا هنا بنفكر، جاوب السؤال ده معايا، هي قافله عشان تمنع دخول الصوديوم اللي هو موجود فين اساسا؟ جاوبني، الصوديوم ده اساسا فين؟ اساسا مش فقط، اساسا بره، يبقى الاليق انها تبقى قافله بالاوتر جيت عشان الصوديوم اساسا بره عشان تمنع دخوله. لما تدي ستيمولس هيحدث ثلاث احداث، الاول اوتر جيت تفتح دي نمره واحد فيدخل الصوديوم، يحصل صوديوم انفلكس فيعمل دي بولاريزيشن، اهي يحصل صوديوم انفلكس يعمل دي بولاريزيشن. لما يوصل فرق الجهد زائد 35 ميلي فولت محسوب تقفل الانر، تقفل الانر. يبقى الاول ثلاث احداث، لما تدي ستيمولس يفتح الاوتر يدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن نمره 2، وبعدين تقفل الانر. سؤال مهم جدا في الام اس كيو. يبقى ايه؟ يبقى امتى الشانل بتبقى اكتيفيتد؟ لما الاوتر تفتح، عشان كده سموا الاوتر جيت اكتيفيتد جيت، دي اللي لما تفتح الصوديوم يدخل. طب وامتى النشاط هيقف، يعني هيتوقف دخول الصوديوم؟ لما الانر تقفل، عشان كده سموا الانر جيت ان اكتيفيتد جيت، وحفظتها لاجيال بالسمع، ربنا قدم السمع البصر. انت هتلخبط، واحده اكتيفيتد بتشغل، واحده بتوقف الشغل، ان اكتيفيتد. الانر جيت هي الان اكتيفيتد، ان الانر جيت هي الان ان اكتيفيتد جيت، يبقى الاوتر هي الاكتيفيتد. ده سؤال مستوي مهم جدا. يبقى لما بندي ستيمولس الفصل الثاني بيحصل كام حدث؟ قول معايا، يفتح الاوتر جيت فالشانل تبقى اكتيفيتد، خلاص كلهم فاتحين بقى. الاول انت فهمت هو ليه ربنا قافلها بالاوتر ستارت ويز، يعني دورينج ريست قافلها بالاوتر لانه وراء الخلق خالق. هو الصوديوم اساسا فين؟ بره. يبقى الاليق تقفل بمين؟ بالاوتر. لما تدي ستيمولس ثلاث احداث، هيفتح الاوتر وتبقى الشانل اكتيفيتد، عشان كده سموا الاوتر جيت اكتيفيتد جيت، اكتيفيتد جيت. يدخل الصوديوم، مش هيدخل كده على مزاجه، لحد ما فرق الجهد يوصل قيمه معروفه زائد 35 ملي فولت، نروح موقفين نشاط بان نوقف نقفل مين بقى؟ الانر. فعشان كده سموا الانر ان اكتيفيتد جيت. طيب نيجي لل
voltage gated potassium channel اللي هي بتاعت الفصل الثالث. الرسومات يا اولاد حصاد السنين يعني بص عليها كويس قوي قوي يعني بقعد بتاخد مني وقت زي الامتحان زي الشرح زي كل حاجة. انتوا اعلموني لو جالك سؤال نظري مهم اشرح الفولتج جيتد شانل اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم اشرحها ازاي. انت بتفكر ازاي؟ انت حضرتك بتفكر بالعربي يبقى من اليمين للشمال. تقرا من اليمين للشمال هي شانل هتكتب ايه؟ ادام شانل اختار بروتين ولا كربوهيدرات ولا فات. اخترت بروتين اجابه صحيحه. قالوا بوتاسيوم الناس دي ما بتعبطش هو اسمه هاجكن وهاكسلي اللي خدوا اسم نوبل بس ما بيهجسوش اسمه هاكسلي عشان تفتكر بس ما بيهجص. ادام قالوا بوتاسيوم يبقى اما تفتح تمرر البوتاسيوم بس. طب بوتاسيوم اساسا فين؟ اساسا جوه. يبقى اما تفتح هيحصل بوتاسيوم إفلاكس لبره اكزيت يخرج فيعمل لي تاني اهي لما يخرج البوتاسيوم هو يعمل لي ظاهره ال ريبولاريزيشن. يبقى تشانل بروتين بوتاسيوم ما بررش غير بوتاسيوم ما تفتح يحصل بوتاسيوم إفلاكس ترجع لي تاني ريبولاريزيشن. قالوا جيتد يبقى عندها جيت. طيب هنا عندها جيت واحده بس جيت واحده فقط وبرضه بتتحرك بالفولت اتس فولتج جيتد مش لايجاند جيتد. احنا عندنا نوعين من الشانل يا فولتج يا لايجاند. لايجاند اللي بتشتغل بماده كيميائيه بلايجاند انا بشتغل بالكهرباء يسموها فولتج جيتد. جيت واحده بس العبد الله بيعتمد على الفهم. جيت واحده بس يبقى نحطها بره ولا جوه الاليق لانه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. هي اساسا لما بتبقى قافله ديورينج ريست عاوزه قافله عشان تمنع حركه مين؟ البوتاسيوم. ما اسمها بوتاسيوم اللي هو موجود فين؟ موجود جوه. يبقى لما يبقى في جيت واحده وعاوز تمنع البوتاسيوم الاليق انها تبقى على الانر سايد بس خلاص. تفتح يخرج البوتاسيوم الاول شويه صغيرين وبعدين تكمل فتح انها بطيئه شويه لانها وان جيت فيخرج كل بوتاسيوم يعمل ري بولاريزيشن. يبقى ده الفولتج جيتد صوديوم شانل والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل. يبقى الفولتج جيتد صوديوم شانل مسؤوله عن ظاهره انا اتصور انك بتجاوب معايا ظاهره ال دي بولاريزيشن خلاص. بينما البوتاسيوم شانل فولتج جيتد بوتاسيوم شانل مسؤوله عن الري بولاريزيشن. السؤال اللي محدش عمره هيجاوبه لك هو ليه الصوديوم شانلز عندها 2 جيتس والبوتاسيوم شانل عندها 1 جيت؟ هما انت لما بتدي ستيمولس بيحصل في العصب دي بولاريزيشن بسبب دخول الصوديوم ثم ري بولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم. خروج البوتاسيوم يعمل ري بولاريزيشن دخول الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن. كل حاجة في بيتك شغالة بالكهرباء بس الكهرباء في البيت زي ما علمتك بالإلكترونز. كل حاجة في جسمك شغالة بالكهرباء بس الكهرباء بتاعت الجسم قلت لو ما سمعتش العبد الله ناس كتيرة مش عارفة الفرق تعتمد على الأينز صوديوم بوتاسيوم. يبقى نسبيا بطيئة جدا ومش مشكلة لأن احنا الجسم كله طوله أقل من 2 متر. احنا ما بنجيب الكهرباء من اسوان على بعد 1000 متر بس يوصل بسرعه عشان كده الكترونز كهرباء البيت. احنا في الجسم اينز لان الجسم كله اقصى مسافه تمشيها انت من اخمص القدم لقمه الراس ده اقصى مسافه نمت فبنعتمد على الاينز. يدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن يخرج البوتاسيوم يحصل ري بولاريزيشن. هو ده اللي بيشغل جسمك. طب ممكن تقول لي هو ايه اللي بيشغل الجسم بالظبط؟ فكر معايا الديبولاريزيشن ولا الريبولاريزيشن؟ لطالب ذكي 100% اللي بيشغل الجسم هو الديبولاريزيشن. الريبولاريزيشن قيمته حاجه واحده بس عارف ايه؟ فكر انك ريبولاريزيشن ترجع تاني للبولاريستيت عشان تقدر تعمل ديبولاريزيشن جديده. يبقى المهم في الجسم هو ظاهره الديبولاريزيشن المرتبطه بالصوديوم. يبقى مفروض تبقى سريعة ولا بطيئة؟ مش سريعة فائقة السرعة.
This is why ربنا عمل two channels. تعالى أمثلها لك بإيديا كده. أدي الصوديوم channel في outer normally قافلة during rest. لما تدي stimulus هيحصل ثلاث أحداث. هيفتح الأوتر يدخل الصوديوم يعمل depolarization اللي هو بيشغل جسمنا كله. جسمنا شغال بديبولاريزيشن. وبعد ما نوصل للقيمة المحسوبة اللي هي بلاس 35 يقفل الإيدر. لو كانت وان جيت على الأوتر تفتح وتقفل تفتح يدخل الصوديوم عن تقفل كانت بقت بطيء جدا depolarization. لكن افهم اللي هقوله كويس قوي. في نفس الوقت اللي بيبتدي الأوتر تفتح عشان يدخل الصوديوم بتبتدي الإنر تقفل. عارف بفارق زمني كام؟ ما يعرفوش الزملاء. واحد على 10,000 من الثانية. واحد على ايه؟ 10,000 من الثانية. محسوب يدخل فيه كمية صوديوم كافية لعكس الاستقطاب الى من ناقص 90 الى زائد 35. شغل الجسم. يبقى عشان كده ربنا الصوديوم افهم لأول مرة هتفهم اللي هو مسؤول عن ظاهرة الديبولاريزيشن اللي تشغل كل حاجة في جسمك. ده المهم الديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن عودة الاستقطاب عشان نعمل ديبولاريزيشن جديد. لازم يبقى extremely fast. لو وان جيت هتفتح دخل صوم عن تقفل بطيئة جدا. لكن دي واحد عشر من الثانية تدخل كمية صوديوم كافية انها تقلب الاستقطاب. هي الروعة دي. ايه العظمة دي؟ لسه هنيجي الاكشن بوتنشال يا شباب ما تستعجلش. بس تفهم الايونيك بيزس. بينما ريبولاريزيشن احنا مش مستعجلين عليه. ده بالعكس مش مستعجلين. عارف ليه؟ عشان لازم نريح شوية قبل ما نبتدي ديبولاريزيشن جديد واكتيفيتي جديدة. عشان كده ربنا عمل جيت واحدة بس على الانر. هي اللي هتفتح تخرج الصوديوم هي اللي هتقفل. عشان كده هنلاقي ظاهرة ريبولاريزيشن لما نبص المنحنى الاكشن بوتنشال بعد ثواني هنلاقي ديبولاريزيشن سريع جدا طالع بسرعة جدا ريبولاريزيشن بطيء جدا. السرعة مطلوبة لان هي دي اللي بتشغل. والبطء في ريبولاريزيشن مطلوب عشان نريح شوية قبل ما نبتدي نشاط تاني. عمر ما حد ما هيجاوب لك الكلام ده. هنا وهنا فقط يفهم الفسيولوجي وتصنع الاوائل. مش اي حاجة في اي حاجة. كل حاجة وهي مبعثها شيء واحد. ان وراء الخلق خالق قوة عاقلة. الديب بوزيشن بتاع الصوديوم يبقى لازم يبقى سريع جدا. يبقى دي تفتح دخل صوديوم تكون دي بتقفل. ده هما بيبدأوا مع بعض. بفارق زمن واحد عشر آلاف محسوب يدخل صوديوم بيعمل ديب بوزيشن من ناقص 90 لزائد 35. يشغل اي حاجة في الجسم. زي ما نشوف. العضلة بتشتغل بالديب بوزيشن. الغدة بتفرز بالديبولاريزيشن. المخ حينما ينضح بأفكاره ما هو إلا ديبولاريزيشن. أنت أما بتشوف إيه اللي بيوصل العين العين بتحول الصورة لإيه؟ لديبولاريزيشن. السمع بتحول الصوت لديبولاريزيشن. فارق الصورة. مين اللي مسؤول عنه؟ فولتج جيتد صوديوم شانل. اللي عندها كم جيتس؟ اتنين دلوقتي بس. فاهم الأليق إن ديورينج ريست تبقى قافلة بالأوتر لأن الصوديوم بره. يبقى بالأوتر لما تدي ستيمولس في نفس الوقت اللي يبتدي الاوتر يفتح يكون الانر ابتدت تقفل. بس دي اسرع قليلا بفارق واحد عشر من الثانيه. الثانيه تدخل كميه صوديوم يعملوا لك ديبولاريزيشن. بينما ليه مش مستعجل على ديبولاريزيشن؟ انا عاوز اريح شويه قبل ما ابتدي ديبولاريزيشن جديد. فعشان كده ربنا حط جيت واحد. وفين بوتاسيوم؟ جوه جوه. يبقى الاليق تبقى انر. فديبولاريزيشن يبقى بطيء. ده الكلام اللي خد فيه هودجكن وهاكسلي. الثلاثة تشانلز دول جائزة نوبل. طبعا ما خدوش في الشرح اللي شرحته ازاي اثبتوها بحاجة اسمها فولتج كلام تكنيك. مش عليكم. عندنا احنا اهم حاجة الشرح. طيب نيجي بقى للقصة اللي انتم مستنينها اللي هي الاكشن بوتنشال. هاخدها على مرحلتين. مرحلة بسيطة ومرحلة الحقيقية الاعقد. دلوقتي انت النيرف في البولاريز ستيت لما تدي له ستيمولس بدل ما هو في البولاريز ستيت بيعمل ديبولاريزيشن فولوب باي ريبولاريزيشن. هو ده الاكشن بوتنشال. يبقى ما هو الاكشن بوتنشال؟ هو انك لما بتدي ستيمولس بيحصل
يحدث حادثتان اساسيتان. بدل ما هو في بروسيس عد معايا، بروسيس دي مش تابعه للاكشن بوتنشال. اما تدي ستيمولس لا هيحصل ايه؟ ديبولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن. يبقى ما الاكشن بوتنشال الا ديبولاريزيشن اند ري بولاريزيشن. طب ليه سموه اكشن بوتنشال؟ حتى دي هتامل فيها، لان حصل اكشن في البوتنشال. البوتنشال كان بولايز ستيت، حصل فيه اكشن. ديبولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن، حصل اكشن في البوتنشال، اكشن في البوتنشال. عشان كده سميت اكشن بوتنشال او نيرف سيجنال او نيرف امبلس. افهم ليه سموها اكشن بوتنشال، لان حصل اكشن، اكشن في البوتنشال. بدل ما هو في البولايز ستيت حصل ايه؟ قولها لي تاني. ديبولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن. الديبولاريزيشن مرتبطه بمين؟ صوديوم انفلكس عن طريق فولتج جيتد صوديوم شانل، شانل بروتين صوديوم، تدخل الصوديوم تعمل ديبولاريزيشن. كام جيتس؟ اثنين. الاليق دورينج ريست تبقى قافله بمين؟ بالاوتر عشان الصوديوم بره. طب ليه اثنين؟ عشان ودي بتفتح دي بتقفل، فائقه السرعه تدخل كميه محسوبه في 1/10 من الثانيه تقلبها لزائد 35. طب ليه ريبوزيشن مش تعبين عليه؟ ريح يا اخي شويه قبل ما تبتدي ديبوزيشن جديد واكتيفيتي جديد. 1 جيت والاليق بوتاسيوم جوه تبقى على الانر. ده يثبت ايه؟ انه وراء الخلق خالق، قوه عاقله نسميها الله. لم اجد في شرح الفسيولوجي سنوات حاجه واحده بس، حاجه واحده يعني ابعد عن الكمال، لان الله كامل. ما فيش حاجة قدرت حتى بمخ أقول طب ليه ما بقتش كده. هي لازم تبقى زي ما عاملها الخالق، بس من جوه يبقى واحدة بس. وليه واحدة بس؟ عشان احنا مش مستعجلين على الديب ريبوزيشن، عايزين نريح شوية. أقول لك حاجة، أنت لما بتدي ستيمولس التلاتة جيتس، الأوتر بتاعت الصوديوم والإنر بتاعت الصوديوم والإنر بتاعت البوتاسيوم، بيتحركوا بيبدأوا مع بعض. بس اسرع واحده الاوتر بتاعه الصوديوم، يدخل الصوديوم يعمل ديبولاريزيشن، يليها الانر بتاع الصوديوم توقف ديبولاريزيشن، وتكون البوتاسيوم بطيئه تفتح فيحصل ري بولاريزيشن. يعني انت لما بتدي ستيمولس زي كانه سباق احصنه، الثلاثه يبداوا مع بعض، مين اسرع واحد؟ الاوتر بتاعه الصوديوم ثم الانر بتاعه الصوديوم ثم الانر بتاعه البوتاسيوم. طيب تعال اوريك حاجه جميله قوي تفهم ايه هو الاكشن بوتنشال. بص، في الاكشن بوتنشال احنا بنقيس الكهرباء بتاعت الجسم بس، ادي الفكره اهي يا شباب. رسمه الاول بسيطه، بسيطه جدا، مش هي دي اللي هتشرحها في الامتحان دي، بس بتفهمك الدنيا ماشيه ازاي. بص، ده النيرف اهو يا شباب، اهو النيرف، اهو النيرف اهو، وانا عاوز ادي ستيمولس واقيس الكهرباء. حتى انا اسف الرسمه ناقص، عاوز يعني اكمل في ثانيه واحده، في عجاله كده، في ثانيه واحده اكمل. هحط هنا ستيمولس كهربائي وهكمل هنا النيرف اهو بالشكل ده بس اهي. يبقى لما حضرتك هتدي ستيمولس عاوزين نقيس التيارات اللي حصل. فاحنا جبنا جالفانوميتر حساس اسمه كاثود ري اوسيلوسكوب، هبقى اشرح في اوانيها لو في وقت ليه بنستخدم الكاثود ري اوسيلوسكوب مش اي جالفانوميتر عادي، من غير ما اضاع وقت، عشان المؤشر بتاعه شعاع الكتروني ملوش وزن، فما عندوش قصور ذاتي، فحركته سهله جدا، فيقدر يتابع التيارات الصغيره والسريعه في العصب. يعني ما ينفعش نقيس كهربة العصب اللي هي بالملي فولت وسريعة جدا فائقة السرعة، بنتكلم على 1/10 من الثانية، بجلفانومتر عنده مؤشر حديد ميتال ليه وزن عنده قصور ذاتي. بصوا أنا هوريها لكم، أتمنى أعرف أوريها لكم. إيه رأيك؟ شايف دي؟ وده أهو قلم أهو، شايف القلم؟ أهو القلم ليه وزن عنده قصور ذاتي، لو سحبت الورقة بسرعة جدا القلم ما تسحبش معايا. أعيدها لك تاني، معلش هو وقع أهي. دلوقتي أهو لو سحبت بسرعة جدا، معرفش شايف ولا لأ، القلم لم يقع أهو، موجود القلم في مكان، صدقني. ليه؟ يبقى ليه ما بنستخدمش الجلفانومتر العادي في قياس التغيرات الكهربائية في النيرف؟ لأنه المؤشر بتاع الجلفانومتر بتاع الراجل الكهربائي
المؤشر معدن ليه وزن، اي تغير سريع مش هيمشي معاه، بقى جربها، حط قلم وحط ورقه واسحبها بسرعه جدا، تلاقي القلم مكانه، قصور ذاتي انيرشي. فالالمان عملوا لنا حاجه اسمها كاثود ري اوسيلوسكوب، يعتبرها فقره معلومات عامه، كاثود ري اوسيلوسكوب. الريكوردنج سيستم المؤشر بتاعه بيم اوف الكترون، شعاع الكتروني، نو ويت، ملوش وزن، وعليه نو انيرشي، مفيش قصور ذاتي، يقدر يتابع اي حركه سريعه وصغيره، والتغيرات الكهربائيه في النيرف سريعه جدا وصغيره جدا. لذلك لا يستخدم الجلفانومترات العاديه، وانما يستخدم الكاثود راي اوسيلوسكوب. كانت هذه فقره معلومات العامه. طيب تعال نبص، ده كده اهو ده الجلفانومتر. لو انا حطيت التو الكترودز، واحد جوه واحد بره، اهو واحد بره واحد جوه، احنا قلنا جوه ينقص عن بره كام؟ 90 ملي فولت. حتى الالكترود اللي بيدخل جوه النيرف على فكره بيبقى عباره عن، يعني ما عليكوش الكلام ده، بس يعني هنا بنقوله، حرام ما نقولوش للناس بتوعنا، الناس بتوعنا احنا عندنا احمد زويل وعندنا ناس هايلين، ليه ما نقولوش؟ فاروق الباز، ناس عظيمه. بيبقى فيه بوتاسيوم كلورايد، لان جوه النيرف فيه بوتاسيوم، فبيبقى عباره عن انبوبه مايكروسكوبيه بتحتوي بوتاسيوم كلورايد، ده الالكترود اللي جوه وده الالكترود اللي بره. ما هو اي جلفانومتر اتعلمنا في ثانوي بيقيس فرق الجهد بين النقطتين اللي محطوط عليهم الالكترود، فاحنا هنحط الالكترود واحد بره واحد جوه، فيقول لي ان جوه ينقص عن بره كام؟ 90، فالمؤشر اهو شاور عند ناقص 90، يبقى دي البدايه. لما بدي ستيمولس بيحصل هنا ديبولاريزيشن، لما توصل هنا ديبولاريزيشن اهو، انا بس ارسمها جنبها، لو حصل في النقطه دي الصوديوم دخل وعمل ديبولاريزيشن، خلى جوه يزيد عن بره كام؟ 35، اهو بقى جوه يزيد عن بره، ما دخل الصوديوم بقى جوه بوزيتيف يزيد عن بره 35، يبقى بدل ما المؤشر مشاور على ناقص 90 هيطلع يشاور على زائد 35، يبقى هيرسم اسندنج لين يمثل، مش ده الاكشن بوتنشال، ده فكره مبسطه، مش هو ده الاكشن بوتنشال لسه، يمثل ظاهره الديبولاريزيشن. بعد كده يفتح البوتاسيوم شانل، يخرج البوتاسيوم يرجع تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، يبقى جوه تاني ينقص 90، فالمؤشر بدل ما هو مشاور على زائد 35 يرجع تاني يشاور على ناقص 90، فيرسم ايه بقى؟ ديسندنج ليمب يمثل ظاهره الري بولاريزيشن. لو عندك قوه ملاحظه الدي بولاريزيشن سريع جدا، فاهم ليه انت بقى؟ لانه هنا الصوديوم عنده 2 جيتس، انما ظاهره الري بولاريزيشن نسبيا بطيئه، لو حطيت خط في النص هنا يبقى ده سريع قوي وده بطيء. هو ده الاكشن بوتنشال ببساطه شديده قبل ما نبتدي في التفصيلات. يبقى ما هو الاكشن بوتنشال؟ انك انت لو حطيت تو الكترود عشان تقيس الكهرباء قبل ما تدي ستيمولس، قبل ما تدي ستيمولس نقطه البدايه، جوه يزيد عن بره، جوه ينقص عن بره 90، يبقى المؤشر قبل ما نبتدي ناقص 90 اهو. اقول لك من فضلك ادي ستيمولس، حضرتك رحت واديت ستيمولس للنيرف فحصل ديبولاريزيشن لما وصل لمنطقه الالكترودز، مش هيتسجل غير لما يوصل لمنطقه الالكترودز. ما هو مفيش جلفانومتر بيقيس تغير غير اللي ما بين التو الكترودز، مش هشرحها دي كمان، مش هيقيس التغير الكهربائي في الاوضه اللي جنبنا ما بين التو الكترودز، لما حصل ديبولاريزيشن منطقه الالكترود اهي. فانت فاهم حصل ايه؟ فتح الفولتج جيت الصوديوم شانل، دخل الصوديوم خلى جوه يزيد عن بره 35، فالمؤشر بدل ما هو مشاور على ناقص 90 يطلع يشاور على زائد 35، يبقى رسم اسندنج، اسندنج يعني صاعد، ليمب يمثل ظاهره الدي بولاريزيشن. طب بعد كده يفتح البوتاسيوم شانل، يخرج البوتاسيوم يخلي تاني مره بوزيتيف وجوه ينقص 90، يبقى يرجع المؤشر ينزل لمكانه ناقص 90، ينزل يبقى رسم ديسندنج ليمب يمثل ظاهره الري بولاريزيشن. ده اهم حته في الاكشن بوتنشال، اسمها شوف شكلها زي ايه، زي الشوكه، اسمها سبايك بوتنشال. مين الاهم فيها؟ مين اللي بيشغلنا؟ يعني مجازا السبايك بوتنشال، سبايك زي الشوكه، الكهرباء اللي شكلها زي الشوكه اللي بيشغلنا اساسا دي بوزيشن، عشان كده هي الاسرع، وبنريح شويه دي بوزيشن عشان نعمل سبايك جديد. عايزك تبص على هذا السبايك قبل ما ابتدي الاكشن بوتنشال، لسه ما بداتش بس بحط البيزس. بص على السبايك، عايزك تحب هذا السبايك بوتنشال،
هو ده شكل كهرباء في جسمك. لو سجلنا الكهرباء اللي بتعمل كل حاجة في جسمك، العضلة عندما تنبض it is spike potential، الغدة عندما تفرز بالspike potential، العين عندما تبصر بالspike potential، الأذن عندما تسمع بالspike potential، المخ عندما ينضح بأفكاره، ما هي إلا spike potentials. تبقى حبيبها انت شغال زي البيت بالكهرباء. ادي اول مره تشوف شكل الكهرباء، كهرباء الحياه، سبايك بوتنشال. اتس ناثينج بات ديبولايزيشن فولود باي ريبولايزيشن. قبل ما تدي الاستيمولس بيبقى المؤشر في ريستنج ممبر بوتنشال جوه، واحنا ظابطين الالكترودز بحيث تجيب فرق جهد من وجهه نظر جوه، بيشاور على ناقص ايه جوه ينقص 90. لما يحصل ديبولاريزيشن يبقى جوه يزيد، لما يدخل الصوديوم يبقى جوه بوزيتيف، يبقى جوه يزيد 35. يبقى المؤشر يعمل ايه؟ فكر، كان ناقص 90 دلوقتي فرق الجهد بقى زائد 35، يبقى يطلع من ناقص 90 الى زائد 35. يبقى رسم لي ايه؟ اسندنج ليمب، بيمثل ظاهره ايه؟ الديبولاريزيشن اللي سببها صوديوم انفلكس من خلال انهي تشانل؟ فولتج جيتد صوديوم تشانلز، ثم يعقبها ريبولاريزيشن، يفتح الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، يخرج البوتاسيوم بوتاسيوم افلكس، يرجع تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه مره تاني ينقص 90، يبقى يرجع المؤشر تاني لناقص 90. يبقى يرسم ديسندنج ليمب، يمثل ظاهره الري بولاريزيشن. ايه الشكل النهائي؟ سبايك، شوكه كهرباء اللي واخده شكل الشوكه، بوتنشال كهرباء، سبايك بوتنشال. تقعد كده تتأملها جليا مليا وتقول الجملة اللي أنا قلتها: العضلة عندما تنقبض، الغدة عندما تفرز، العين عندما تبصر، الأذن عندما تسمع، المخ حينما ينضح بأفكاره، كل هذا spike potential action، اللي هو أهم حاجة في الأكشن potential، هي depolarization followed by re polarization. depolarization سبب دخول الصوديوم من خلال voltage gated sodium channels، يعقبها خروج البوتاسيوم من potassium efflux من خلال voltage gated potassium channel. تذكرني انا سامعك، الصوديوم channel كان عندها كم gates؟ اهم اسئله في MCQ وهنقولها مرارا في هذه المحاضره، عندها 2 gates. نورمي عشان تقفل لازم كم جيت تقفل؟ لطالب عادي مش عبقري، عشان تقفلها لازم تقفل 1 جيت، لكن عشان تفتحها تفتح الاثنين. طب نورمالي هي قافله بمين؟ بالاوتر ولا بالانر؟ الصوديوم فين؟ بره. يبقى الاليق تقفل بمين؟ بالاوتر. طب ليه ربنا عامل 2 جيتس؟ عشان في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بتكون بتقفل الانر، بس الاوتر اسرع قليلا. الفارق الزمني فاكره؟ هما ما يعرفوش الزملاء، واحد على 10 في الثانيه، يدخل كميه صوديوم تقلب الاستقطاب من ناقص 90 لزائد 35. بعد كده قفل الصوديوم وكان البوتاسيوم ابتدت معاه على فكره بس ببطء، واذا طايم فتحت عندها جيت واحده، الاليق ربنا يحطها فين؟ فكر، البوتاسيوم اساسا فين؟ جوه، فربنا حطها جوه وبطيئه تفتح تخرج البوتاسيوم، يحصل بوتاسيوم ايه؟ ام اس كيو، كل نقطه من دي ام اس كيو افلكس، يعمل لك ظاهره الري بولاريزيشن. لو سجلت الكهرباء بايه؟ بجالفانومتر. هل ده هيبقى جالفانومتر عادي؟ انت عارف الاجابه، الجالفانومتر العادي اللي هو عنده مؤشر حديد مش هيلحق التغيرات السريعه دي. انا سحبت الورقه والقلم قاعد موجود على الكتاب، خلاص. لازم يبقى كاثود ري اوسيلوسكوب، المؤشر بتاعه شعاع الكتروني، ملوش وزن، ملوش قصور ذاتي، يستطيع متابعه الحركات الصغيره والسريعه في الاعصاب. ده منظر السبايك بوتنشال اللي هو اهم ما في الاكشن بوتنشال. Ascending limb يمثل depolarization بسبب الصوديوم انفلكس من خلال voltage gated sodium channel. Descending limb يمثل repolarization potassium efflux من خلال voltage gated potassium channel. التلاتة جيتس بالتلات فصول الكهربائية البسيطة حاز فيها هودجكن وهوكسلي في التلاتة channels، آسف، جائزة نوبل. ولا تنسى ان الانورد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل الاولانيه، هجيبها لك سؤال نون جيتد، ما تلخبطش. نبتدي بقى دره هذه المحاضره وهو الاكشن بوتنشال، بس هتلاقي روحك النو تايم فاهمها.
in no time. ده سؤال نظري مهم. السؤال الاكشن بوتنشال فهمت ليه سموه اكشن بوتنشال؟ انا مش هدخل اقول اكشن بوتنشال الناس مش عايش اللي بقوله، لازم تعيش الفيسيولوجي لان حصل اكشن في البوتنشال. ديبولاريزيشن بلس ريبولاريزيشن، ديبولاريزيشن مرتبط بالصوديوم انفلكس بلس ريبولاريزيشن مرتبط بالبوتاسيوم انفلكس. ليه اسمين تانيين، نيرف سيجنال، السيجنال يعني اشاره، ترافيك سيجنالز يعني الاشارات الضوئيه بتاعه المرور، نيرف سيجنال يعني الاشاره العصبيه، او نيرف امبلس يعني معناها النبضه العصبيه. كل حاجه لها معنى، ترمينولوجي تبقى عارفه صح. عايزين نقيس الاكشن بوتنش، التيارات الكهربائيه في النيرف. العالم ابتدى بدايه غير ذكيه، قال لك خلاص عاوز تقيس التيارات الكهربائيه في النيرف، هات الجاليومتر الحساس اللي هو الكاثود ري اوسيلوسكوب. لو حطيت التو الكترودز على تو بوينتس على النيرف، تو بوينتس والديد ستيمولس، الكهرباء تمشي كده، يبقى هتمر على الالكترود الاولاني فتتسجل، ثم بعد شويه هتمر على الالكترود الثاني فتتسجل، يبقى حضرتك سجلتها كم مره؟ مرتين. يبقى لو حطيت التو الكترودز على تو بوينتس هسجلها مرتين، فيسموا ده باي يعني 2 فيزيك اكشن بوتنشال، وده لا يستخدم. وباذهل بيجيني حاله من الذهول لما الاقي زميل فاضل جايبها في الامتحان اشرح الباي فيزيك اكشن بوتنشال. اللي هشرحه على فكره ليه ما يصحش يجي، لان اولا ما حدش في الدنيا بيقيس الباي فيزيك. السؤال احنا عايزين نفهم ليه بطلوا يقيسوا الباي فيزيك، لان بعد السبايك اهو السبايك، شايف السبايك بيحصل تغير طويل بياخد 40 ملي سكند، سبايك بياخد 2 ملي سكند، تغيرات طويله بتاخد 40 ملي سكند. فاقولها بعربياتنا ان قبل ما التغيرات بتكون خلصت عند الالكترود الاول بتكون بدات عند الالكترود الثاني، يعني السبايك وصل الالكترود الثاني للسبايك بس بقى التغيرات اللي بتعقب السبايك لسه موجوده عند الالكترود الاولاني، يعني التغيرات اللي بتعقب السبايك ما زالت شغاله عند الالكترود الاولاني والسبايك وصل الثاني، بقى في كهرباء هنا وكهرباء هنا، يحصل تداخل ما نشوفش حاجه. فما حدش بيقيس الباي فيزيك ليه؟ لان الاشاره العصبيه سريعه جدا، هقولها بعربياتنا. فقبل ان تنقضي التغيرات عند الالكترود الاول لسه ما خلصتش، السبايك خلص بس في وراها حاجات، لسه التغيرات الكهربائيه ما خلصتش عند الالكترود الاولاني، بيكون السبايك وصل للتاني وبالتالي يحصل لخبطه، يبقى هنا في كهرباء وهنا في كهرباء، يحصل تداخل. فده الباي فيزيك، بطل الدنيا تقيسه. قرر العالم انه يقيسه في نقطه واحده بس اللي هو المونو فيزيك، فقال لك الجالفانومتر عنده كام الكترودز؟ والالكترودز مفيش جالفانومتر عنده 3 او 1، حط لي الكترود على الاوتر اهو والكترود على الانر، هما الاثنين في نقطه واحده، فلما تدي ستيمولس والكهرباء تمشي في النيرف تمر بكليهما كم مره؟ مره واحده، فتتسجل التغيرات كم مره؟ مره واحده، فسموها مونو فيزيك اكشن بوتنشال. يبقى محدش بيسجل الباي فيزيك دلوقتي، كانوا زمان بقى حتى مروا بمرحلة غبية شوية، كانوا عشان يسجلوها في نقطة واحدة يعملوا ايه؟ يعوروا النيرف هنا، ينجر النيرف هنا، فالكهرباء توصل هنا وتقف، يبقى تسجل مرة واحدة، فتبقى مونو فيزيك برضه. بس ليه بطلوها؟ فكر فيه، انا قلت يعملوا ايه في النيرف؟ يعملوا ايه في النيرف؟ ينجر النيرف، يعوروا النيرف عشان الكهرباء ما تكملش، يبقى انا بقيس الكهرباء في عصب متعور مصاب، مش عرفني ان دي كهرباء طبيعية. فالقياس العالمي دلوقتي الدنيا كلها بتقيس المونوفيزيك بالطريقه اللي انا قلتها، تحط الكترود بره والكترود جوه، حتى شرحت لك الالكترود اللي جوه ده بيبقى عباره عن انبوبه مايكروسكوبيه زي النيدل كده جواها بوتاسيوم كلورايد عشان تتصل بالبوتاسيوم اللي جوه، حطيتهم الاثنين. فايميديتلي في فرق جهد كام هنا فاكر؟ جوه بينقص عن بره ناقص 90، فالمؤشر يشاور يقول لي فرق جهد ناقص كام؟ 90. لسه بدأتش التجربة، ما اديتش حق، يعني انا حطيت الكتروب بره والكتروب جوه، قال لي ان في فرق جهد مقداره ناقص 90. طيب يلا يا شباب، ادي ستيمولس للنيرف وشوف ايه التيارات الكهربية اللي هتحصل هنا.
اللي احنا قلنا اهمها اللي هي مين فاكر؟ السبايك بوتنشال ده. السندنج يمثل ديبولاريزيشن صوديوم والديسندنج يمثل ديبولاريزيشن بوتاسيوم. بس احنا عايزين ناخد كل مره. ساعه ما هدي الاستيمولس للطرف العصب هنا احكي لي بالظبط ايه اللي هيحصل. وما عشقت مثل عشق النظام. هيحصل اربع تغيرات تبقى حافظ. اربع تغيرات. اربع ارقام لازم تبقى حافظها في الاكشن بوتنشال مدتين يبقى 10 نقط لازم عشان تقول انا خدت الفول مارك في هذا السؤال. اربع تغيرات وده الاهم اللي هو ديسكريبشن ثم تحط على الكيرف بتاعك اربع ارقام اهي ثم تقول مدتين لازم هو ده الاجابه ما عشقت مستعش في النظام. يلا شباب نبتدي يلا نبتدي يلا حضرتك حط لي الالكترودز على واحد على الاوتر واحد على الانر خلاص حطيته. الجالفرومتري بيقول لك فرق الجهد كام لسه ما بدأناش التجربه. قال لي المؤشر نزل على ناقص 90 بيقول ان فرق الجهد جوه ينقص عن بره ناقص 90. حضرتك من فضلك ساعدينا ادي الكتريكال ستيمولس لبدايه النيرف. خد بالك الكهرباء مش هتتسجل الا لما توصل لمنطقه الالكترودز. الالكترود الجالفانومتر ما بيسجلش في الاوضه اللي جنبه بيسجل اللي بيوصل الالكترود. مش عاوز اشرح حضرتك يلا ادي ستيمولس. اديت ستيمولس فوجئت بحاجه غريبه قوي انه المؤشر اتهز عمل حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت يعني خلل بسبب اعطاء المؤثر. تكتب تحتيه جملتين ما تكتبش دلوقتي ركز معايا. يبقى الاستيمولس ارتيفاكت اهميته ايه؟ ده ارتيفاكت يعني حاجه غلط حصل لما اديت الاستيمولس حصل ارتيفاكت. تكتب تحتيه جملتين ايه اهميته؟ انه it indicates the time of application of the stimulus. قال لي انا امتى اديت الاستيمولس يبقى عرفني امتى خدت الاستيمولس. لما حصل الشخبطه دي يبقى ده الوقت اللي اديت فيه الاستيمولس. طب هو حصل ليه؟ لان انت حضرتك بتستخدم الكتريكال ستيمولس صح؟ اللي هو الكهرباء بتاعته اينز ولا الكترودز؟ الكتريكال ستيمولس بتاع البيت الكترونز فائقه السرعه فوصلت لمنطقه الالكترودز ولخبطت الالكترودز ولسه كهربه العصب اللي هي الايونات ما اتحركتش مكانها. يعني الاستيمولس ارتيفاكت ده سببه كارنت ليكج تسرب التيار من الالكتريكال ستيمولس. الكهرباء بتاعه الالكتريكال ستيمولس تسربت لمنطقه الالكترودز. ان كنت ناسي افكرك احنا مش جايين نقيس كهربه الاستيمولس احنا جايين نقيس كهربه العصب. كهربه العصب بتعتمد على الاينز بطيئه جدا. كهربه الاستيمولس زي البيت فائقه السرعه الالكترودز. فيبقى ايه سبب الاستيمولس ارتيفاكت ده؟ ان انا استخدمت مؤثر كهربائي فحصل تسرب لكهربة المؤثر الكهربائي مش النيرف لمنطقة الالكترودز عملت الهزة دي. يعني سؤال مسكين مهم جدا انت اللي هتجاوبه. يعني لو استخدمت مؤثر ميكانيكال او كيميكال او ثيرمال مش الكتريكال ضربت العصب بس هيحصل الاستيمولس ارتيفاكت؟ مؤثر ميكانيكال طبعا لا. امال ايه سبب الاستيمولس ارتيفاكت في حاله الالكتريكال ستيمولس؟ كهربه المؤثر مش العصب. طب ليه دي وصلت بسرعه ودي لسه ما اتحركتش؟ لان دي الكترونز انما دي اينز بطيئه جدا. عاوز ناس فاهمه مش كل الناس فاهمه. طيب نحن الان في انتظار وصول كهربه العصب اللي هي باللون الاحمر دي الى منطقه الالكترونز. الناب بقى هتمشي بقى ببطء شديد. نحن في مرحله انتظار. فشوف الاسم الرائع يسموه ليتن بيريود فتره خمول. هتوصل بعد قد ايه؟ ليتن بيريود دي تطول وتقصر حسب ايه؟ هتكتب تحتها جملتين. يعني الكهرباء اللي حصلت هنا الديبولاريزيشن بتاع النيرف احنا بنقيس النيرف اللي حصل هنا هيوصل لمنطقه الالكترودز ويتسجل. ما هو مش هيتسجل غير لما يوصل الالكترودز. الديبولاريزيشن اللي حصل في اول العصب هيوصل لمنطقه الالكترودز ويتسجل امتى؟ ده ديبينز على شيئين. المسافة ما بين الاستيمولس والريكوردينج الكترودز وسرعة الإشارة العصبية. واحد قال لي ممكن تشرح شرح طفولي؟ قلت له حضرتك هتوصل بيتكو بعد قد ايه؟
ديبينز على حاجتين من الحياة، مسافة بيني وبين بيتي وسرعتي. طب نفس الفكرة الليتن بيريود دي بتعتمد على امتى الديبولاريزيشن اللي حصل هنا هيوصل الالكترود ويتسجل، هيوصل من هنا لهنا ديبيندينج على ايه؟ على الديستانس والفيلوستي. طب ايه رايك للاوائل بقى؟ تصور حتى الليتن بيريود دي اللي هي بده فتره خامله فش حاجه العلماء استفادوا منها، هي دي الطريقه اللي حسبوا بيها سرعه الاشارات العصبيه في النيرف. فهدي يعني مثال طفولي عشان ما ندخلش في غياهب الحسابات. لنفرض ان المسافة بين الاستيمولس والريكوردينج الكترود كانت 20 متر. طبعا مش صعبة يعني مفيش عصب 20 متر، انما نفرض ان المسافة كانت 20 متر. ووصلت الكهرباء بعد ثانيتين. يعني الكهرباء قطعت ثانيتين، قطعت 20 متر في ثانيتين. يبقى كانت سرعتها كام؟ قطعت 20 متر في ثانيتين، كان سرعتها 10 متر في الثانية. ده هجيبها لك مسألة في الام اس كيو، بس بقى هجيب لها بتعقيد رياضي. هديك مدة الليتن بيريود الكهرباء وصلت بعد قد ايه؟ والمسافة، وانت تحسب لي سرعة العصب وبالتالي نوع العصب، هل هو سي متر في الثانية؟ بي 10 متر في الثانية؟ ايه؟ 100 متر في الثانية. يبقى حتى الليتن بيريود استفادوا منها. يبقى خلصنا حاجتين من الأربعة في الأكشن بوتنشال اللي هما معلومش أي نمرة، بس ما دخلناش في الغميق. إيه أول نقطة؟ نعيدهم تاني. أما اديت ستيمولس، أما زميلتك اديت الستيمولس حصل هنا ديبولاريزيشن، لسه مش هيتسجل غير لما يوصل هنا. لقينا المؤشر اتحرك، اتهز، عمل ستيمولس ارتيفاكت. كتبت تحتيه جملتين. إيه أهميته؟ It indicates the time of application of the stimulus. بيقول لي امتى اديت الستيمولس، وبالتالي خد بالك يساعدني في حساب الليتن بيريود وعليه سرعه الاشارات العصبيه لو عاوز تعرفها يعني. يبقى الستيمولس ارتيفاكت بيقول لي امتى اديت الستيمولس. طب وليه حصل؟ ده مش كهربه العصب اللي هي الاينز البطيئه، ده كهربه الستيمولس. احنا جايين نقيس كهربه العصب مش كهربه الستيمولس. كهربة العصب ايونات بطيئة جدا، انما كهربة الستيمولس الكترون سائقة السرعة، دي لسه ما اتحركتش، كانت دي وصلت الالكترود وعملت شوية لخبطة. يبقى سببها الجملة الثانية current leakage، تسرب التيار from the electrical، مليون خط تحت electrical stimulus. يعني لو استخدمت أي مؤثر آخر غير كهربائي مش هتحصل. طيب نحن الآن حاطين إيدنا على خدنا ومستنيين الديبولاريزيشن لما يوصل من منطقة الاستيمولس إلى منطقة الإلكترود. يبقى نحن في فترة انتظار، فترة خمول اسمها ليتن بيريود. هتكتب تحتها جملتين depends على حاجتين، المسافة والسرعة من الحياة، الديستانس ما بين الاستيمولس والريكوردينج إلكترود والفيلوستي. طب إيه أهميتها الإمبورتنس الأوائل؟ هي دي اللي عرفوا منها الفيلوستي، وديت المثال الطفولي. لو ان المسافة كانت 20 متر والليتن بيريود ثانيتين، يعني الامبلس قطع 20 متر في ثانيتين، يبقى كانت سرعته 10 متر في الثانية. يبقى ده نيرف فايبرز نوع ايه؟ ده بتهيألي بيدا. نيجي بقى للكلام المهم. وصل التغير، الحمد لله على السلامة، التغير وصل. منطقة الالكترود حصل فيها زي ما قلتك في الرسمة اللي قبلها ديبولاريزيشن. خلاص؟ حصل فيها دي بولاريزيشن في منطقه الالكترود اهي، بقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف. يعني دخل الصوديوم هنا خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. جوه يزيد عن بره كام؟ فاكر 35. يبقى المؤشر بدل ما هو عند ناقص 90 يطلع يشاور على كام؟ على زائد 35. اهو طلع المؤشر ده اسيندينج ليم من ناقص 90 طلع لزائد 35. يبقى هذا الاسيندينج ليم ريبريزنتنج الدي بولاريزيشن. سببه ايه؟ سؤال ام اس كيو. صوديوم انفلكس من خلال انهي تشانل؟ سؤال ام اس كيو. فولتج جيتد صوديوم تشانلز، عندها كام جيتس؟ كلمة 2 جيتس. حصل دي بولاريزيشن مرن بنقطتين تاريخيتين. انا قلت لك عندك اربع اعداد، احنا اتنقلنا من ناقص 90 لزائد 35، ادي عددين. مرينا بنقطتين مهمين جدا، ناقص 65 انا كاتبها بالاحمر اهي اللي هي الفورين ليفل، والزيرو
اللي هو الايزو بوتنشال. طبعا الزيرو دي نشرحها في ثانيه واحده. انا عشان اتنقل من ناقص 90 لزائد 35 لازم اعدي على الزيرو هنا. يعني ناقص 90 زيرو وبعدين زيرو لزائد 35. ايه الزيرو دي؟ يعني ليه المؤشر جه على زيرو؟ يعني مفيش فرق جهد بين بره وجوه. يعني ما انت كان جوه عليه نيجاتيف بينقص 90 هيبقى عليه بوزيتيف يزيد 30، يبقى لازم في مرحله هيبقى مفيش فرق جهد. فرق جهد زيرو، عشان كده سموه ايزو بوتنشال. ايزو يعني متساوي، الكهرباء بره زي جوه. ما انت مش هقول كان جوه عليه نيجاتيف وهيتقلب الى بوزيتيف، لازم هيمر بمرحله مفيش فرق جهد. ايزو بوتنشال يعني مفيش فرق جهد، ده زيرو. نيجي بقى الفايرنج ليفل، دي اهم حاجه بقى، ده الموضوع كله قائم على الفايرنج ليفل ده. فايرنج ليفل ناقص 65 رقم مهم جدا. حضرتك لما بتدي ستيمولس، اسمعني بهدوء كده، تفتكر النير فيه 1 فولتج جيتد صوديوم شانل ولا فيه عشرات الالاف بل مئات الالوف من الصوديوم شانلز؟ ايه رايك في الاجابه؟ هو فيه صوديوم شانل واحده ولا فيه كمية رهيبة؟ بتدي ستيمولس، الستيمولس بيفتح شوية بس في الأول سام صوديوم شانلز، فيدخل الصوديوم خلي جوه بوستيف حاجة بسيطة، يعني يعمل ديبولاريزيشن ضعيف. صدق ولا تصدق، الديبولاريزيشن ده هو يفتح مور شانلز فيدخل مور صوديوم فيحصل مور ديبولاريزيشن. يعني عملية بتقوي نفسها، سيلف ريجنريتيف بوستيف فيدباك. الاستيمولس ما بيعملش غير جزء من التغير، بيفتح شويه صوديوم شانل، بيعمل حته صغيره اهي من التغير، ولما يفتح شويه صوديوم شانل، فكر معايا، فتح شويه صغيرين من مئات الالوف، يدخل شويه صوديوم يعملوا ديبوزيشن ضعيف، يفتح كمان شويه يحصل مور ديبوزيشن، يفتح مور اند مور صوديوم شانل، يدخل مور اند مور صوديوم، يعمل مور اند مور ديبولاريزيشن، لحد عند الفايرنج ليفل كلهم فتحوا. فدي النقطة اللي بيفتح عندها اول صوديوم شانلز. فيبقى الصوديوم يدخل بقى في هجمة عنترية، كل الشانل مفتوحة، يروح داخل في هجمة عنترية، نقلت من ناقص 65 لزائد 35 ان نو تايم. عشان كده شوف كان هنا الاسندنج لين ماشي ببطء، الصوديوم شانل عمالة تفتح بعض، فتح بعض، لما فتحت هنا كله مفتوح، دخلوا في هجمة عنترية نقلوها النو تايم من ناقص 65 لزائد 35. لما تشوفها على السكرين حقيقي باللون الاخضر، هتلاقي اللون الاخضر اللي هو بتاع الاسندنج لين ماشي ببطء في الحتة دي، وفجأة اول ما يوصل هنا ما تقدرش النو تايم، هتلاقيه وصل هنا النقطة الخضراء. فاهم ايه اللي حصل؟ يبقى عند الفايرنج ليفل فتح كل الصوديوم شانلز. وفهمت القصه حصلت ازاي؟ الاستيمولس بيفتح شويه شانلز مش كله، يدخل شويه صوديوم يعملوا شويه ديبولاريزيشن، يفتح مور صوديوم شانل، يدخل مور اند مور ديبولاريزيشن، يفتح مور اند مور صوديوم شانل، لحد ما عند الفايرنج ليفل يفتحوا كلهم، يروح داخل الصوديوم في هجمه عنتريه يقلبها من ناقص 90 لزائد 35 ويروح قافلين كلهم مع بعض الانر جيت. أنا معجب بالراجل اللي سماها فايرنج ليفل. يعني فاير يعني إيه؟ يعني حريقة. هقول لك ليه؟ افرض حضرتك اتجننت وقررت تولع في الشقة. لا يلزم إنك تولع في كل قطعة أثاث على حدة، كل فوتاي، كل كنبة، كل كومود، لا. أنت ولع 3 4 بس، أنت الاستيمولس، أنت ولع 3 4 وهي هتولع روحها. النار هتمتد، هيولعوا كلهم لوحدهم، انت ولعت شويه بس وهم هيولعوا بعض بعد كده والشقه كلها هتولع. انا معجب بالاسره اللي سماها فايرنج ليفل. يبقى الاستيمولس بيفتح شويه صوديوم شانلز وهم هيحصل شويه ديبولاريزيشن، يفتحوا مور اند مور صوديوم شانل، مور ديبولاريزيشن لحد ما كله يفتح. فتعبير رائع، فايرنج ليفل كلها ولعت. الاستيمولس فتح شويه صغيرين وبعد كده كلها ولعت. يبقى كام رقم لازم تحفظها؟ 4 ارقام اهو، ناقص 90 ناقص 65، ده اهم رقم. الفايرنج ليفل اللي بيفتح عنده كل الفولتج جيتد صوديوم شانلز،
ثم من ناقص لزائد لازم نمر بالزيرو الايزو بوتنشال. يهمني في ايه الزيرو ده؟ في حساب قوه التغير. يبقى قوه الاكشن بوتنشال من ناقص 90 لزائد 35، يبقى الطالب غبي ياخد الفرق بينهم؟ لا، من ناقص 90 لزيرو ادي 90، وكمان 35 يبقى 125. وشبهها تشبيه طفولي يا شباب. انا هو الزيرو، انا في الزيرو، في مدينه تبعد على يميني 90 كيلو ومدينه ثانيه على شمالي 35، يبقى دي 35 ودي 90. المسافه بين المدينتين قد ايه؟ ما تطرحش 90 من 35، 90 لزيرو ادي 90 وكمان 35 يبقى 125، نفس الفكره. يبقى ايه قيمه الايزو بوتنشال ده؟ بيساعدنا في حساب قوه التغير، قوه التغير 125. طيب نكمل. مشي الديبولاريزيشن، مع السلامه. الديبولاريزيشن اللي حصل منطقه الالكتروب مشي، وخرج البوتاسيوم رجعني تاني في البولارايز ستيت اهي. حصل بوتاسيوم اي فلكس رجعني تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه ينقص 90. يبقى بدل ما المؤشر مشاور على زائد 35 يرجع ينزل يشاور على ناقص 90. يبقى رسم ديسندنج لين يمثل ظاهرة ايه؟ الريبولاريزيشن بسبب ايه؟ البوتاسيوم إفلكس، خروج البوتاسيوم من خلال ايه؟ الفولتج جيت البوتاسيوم شانل، فرسم لي الريبولاريزيشن. في الاول الريبولاريزيشن بيبقى رابد نسبيا وبعدين سلو شوية. الجزء من الديبولاريزيشن والرابد ريبولاريزيشن ده شكله زي ايه ده بقى؟ زي الشوكة. يبقى هو ده السبايك بوتنشال، اهم حاجة في الاكشن بوتنشال. جزء رابع، لما مفروض ان الانر جيت بتاعت البوتاسيوم شانل، ما قلنا عندها جيت واحدة بس جوه، ان بعد ما يخرج البوتاسيوم ويرجع لي فرق الجهد ناقص 90 تقفل. ما قفلتش ليه؟ لان هي من الاول بطيئة، ما لحقتش تقفل عن ناقص 90. عامل لك ايه؟ ما لحقتش تقفل عند ناقص 90، فتسرب مور بوتاسيوم بقى، ما مش هتقفل، فعدد البوزيتيف تشارجز بره زادوا عما ينبغي، فالفرق بقى اكتر من 90، بقى جوه مش بوزيتيف بالنسبه لبره، ماتش ماتش مور بوزيتيف بالنسبه لجوه. فحصل ظاهره اسمها هايبر بولاريزيشن، بسبب ان مش كل البوتاسيوم شانل بيلحقوا يقفلوا زي ما هم بطئ في فتحهم بطئ في اغلاقهم. فتحوا ببطء واغلقوا ببطء، ما لحقوش يقفلوا عند النقطة اللي هي، انا اسف انا كنت بشرح والرسمة انتم مش شايفينها، ما لحقوش يقفلوا عند ناقص 90، ما لحقوش، فتسرب بوتاسيوم اكتر، فخلى بره عليه مور بوزيتيف تشارجز عما ينبغي، يعني الفرق الجهد زاد عن 90، فسموها هايبر بولاريزيشن. يبقى سببها ايه بقى ظاهرة الهايبر بولاريزيشن دي؟ ان زي ما هي بطيئه في فتحها بطيئه في اغلاقها، ما زال في صم بوتاسيوم شانل ما لحقوش يقفله، فتسرب مور بوتاسيوم فحصل هايبر بولاريزيشن. طيب هذا الهايبر بولاريزيشن بيقعد 40 ملي سكند، بينما السبايك اللي هو اهم حاجه بياخد 2 ملي سكند. يبقى ده الشرح المفروض تقوله للاكشن بوتنشال، وتعالى بقى نعيده في عجاله تاني. الاول نتفق على النقط اللي هناخد عليها الفول مارك. لازم اشرح اربع اجزاء اللي هم ستيمولس ارتيفاكت، ليتن بيريد، سبايك، وبعدين هايبر بولاريزيشن اهي نمره 4. طيب نجيبها ونكتبها، معلش الورق بعمله في عجالة. هايبر بولاريزيشن، يبقى ده الأربع أجزاء. يبقى ده أسهل طريقة لشرح هذا الأكشن بوتنشال، اللي هو عاوز أقول لك الناس تحبه، لأن ده كهربة الجسم، تبقى فاهم أنت شغال إزاي، أنت شغال بك، أدي شكل الكهرباء اللي مشغلاك. يبقى ستيمولس أرتيفاكت، ليتن بيريود، سبايك بوتنشال، ده أهم حاجة، وأهم حتة فيه الديبولاريزيشن، عشان كده تو جيتس للصوديوم. وبعدين هايبر بولاريزيشن. وهبقى فاهمك ليه ربنا عمل هايبر بولاريزيشن، ليه بعدنا عن الفايرنج ليفل، عشان نريح اكتر،
يبقى الوصول للفارين ليفل وعمل شغل جديد ياخد مجهود اكتر وقت اكتر نريح اكتر نريح اكتر. يا ربنا بطئ الريبلايزيشن عشان نريح بالنسبه لدي وخلانا نبعد عن الفارين ليفل اللي هي النقطه اللي يطلع عندها السبايك نعمل هايبر بوزيشن عشان نرتاح شويه نرتاح شويه قبل ما نعمل اكتيفيتي جديده. شيء رائع. كل ده بسبب البوتاسيوم شانل عنده جيت واحده بيفتح ببطء فخلى الريبلايزيشن بطيء مقارنه بالديبلايزيشن ويقفل ببطء ما لحقش يقفل كله فحصل هايبر بولايزيشن. شوف الروعه. يبقى تاني بقى يبقى الديسكريبشن هتشرح اربع نقاط: ستيمولس ارتيفاكت، ليتن بيريود، سبايك، هايبر بولايزيشن. ده الديسكريبشن. كام رقم؟ اربعه. بتبتدي عن ناقص 90 وتوصل لزائد 35. ادي نقطتين مرورا بنقطتين واحده فيهم تاريخيه اللي هي ناقص 65 اللي هي الفارينج ليفل اللي عندها السوديوم شانل كلهم فتحوا فالدي بوزيشن بيبقى اكستريمي فاست كله مفتوح الصوديوم يدخل في هجمه عنطريه يقلبها لي من ناقص 65 لزائد 35. مرورا بالايزو بوتنشال هو زيرو مفيش الفرق بين بره وجوه زيرو فيسموه ايزو بوتنشال ان بره زي جوه بدل ما كان جوه ينقص بقى جوه يزيد يبقى في مرحله مفيش فرق بين بره جوه ايزو بوتنشال. ساعدني في حساب التغير 90 هنا وكمان 35 يبقى التغير قوته 125. وبعدين تقول عددين يبقى اربع ارقام وعددين وتو ديوريشنز ان مده السبايك 2 ملي سكندز انما مده الهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكندز. هنا بقى قبل ما اعيده تاني عاوز اقول لك معلومه. هم ليه سموا البوتاسيوم شانل انورد ريكتيفاينج اللي هي ما فيهاش جيتس الاولانيه؟ هو ايه رايك مين مدته اطول السبايك ولا الهايبر بولاريزيشن؟ الهايبر بولاريزيشن اللي هي بره في بوتاسيوم خرج كتير قوي صح اكتر ما ينبغي عشان فولتج جيتد بوتاسيوم شانل بطيئه ما لقتش تقفل فسربت بوتاسيوم كتير اهو. تفتكر البوتاسيوم كتير اللي اتسرب بره ده كتير عشان يرجعني تاني الايكوليبريم بوتنشال بوتاسيوم يدخل تاني لجوه منين؟ الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل قفلت خلاص لكن في واحده نون جيتد اللي هي مين؟ الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. يبقى مين بيدخل البوتاسيوم اللي بيخرج زياده في الهايبر بولاريزيشن؟ الانورد ريكتيفاينج. يعني معظم الوقت اللي دي مدتها 40 ملي سكند هتلاقي البوتاسيوم داخل من خلالها راجع لمكانه تاني جوه عشان كده سموها inward rectifying لان الهايبر بولاريزيشن مدته طويله جدا 20 مره قبل السبايك فغالبا لما بتتفرج على النيرف يبقى في حاله هايبر بولاريزيشن 40 مقارنه ب2 بوتاسيوم كتير خرج. يعني غلطه الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل انه ما لحقش يقفل بسرعه خرج بوتاسيوم كتير. هيدخل منين ده؟ من اول شانل اللي هي نون جيتد هيدخل عشان يعدل تاني التركيز بتاع البوتاسيوم. يبقى لو بصيت هتلاقي غالبا الشانل اللي هي نون جيتد دي بتعمل ايه؟ بتدخل البوتاسيوم الزياده اللي خرج في الهايبر بولاريزيشن البوزيتيف اللي خرج بتدخل عشان كده سموها انورد ريكتيفاين. بس فهمنا الاكشن بوتنشال اجين شباب في عجاله ثم نقول الايونيك بيزس تثبتها لك اكتر. كم نقطة يا شباب للاوائل؟ 10. اربع مراحل: ستيمولس ارتيفاكت، ليتن بيريود، سبايك بوتنشال، هايبر بولاريزيشن. كم رقم هتحطه على الكيرف؟ اربع اعداد: ناقص 90، ناقص 65، 0 زائد 35. كم ديوريشن؟ 2. السبايك ده اللي هو اللي بيشغل مستعجلين عليه جدا 2 ملي سكند. ومين الاسرع فيه دي ولا ري؟ لازم ترسم دي قايمه اكتر من دي شويه. بلاقي زميل بيرسم بتحصر على الزميل واللي بيشرح له ده مش فاهم. لازم الدي بوزيشن شايف انا اهي الخط المنقط ده دي بوزيشن سريع جدا مقارنه بالري بوزيشن لان هنا في 2 جيتس. ربنا مستعجل على الدي بوزيشن مش مستعجل على الري. وبعدين السبايك 2 ملي سكندز والدي اسرع من الري اما الهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكندز. في عجاله الستيمولس ارتيفاكت. يلا يا شباب حضرتك حط لي الالكترودز بره. حطيتهم اه
فرق جهد كام على نقطة واحدة، واحد جوه واحد بره، ناقص 90. اوكي، يبقى المؤشر دي نقطة البداية، دي مش جزء من التغير، عند ناقص 90. حضرتك ادينا الكتريكال ستيمولس لأول النيرف، اديتي ستيمولس، حصل هنا دي بولاريزيشن، لسه ما وصلش لمنطقة الالكترود اللي هي بيسجلها الجالفانومتر، ومع ذلك المؤشر بتاع الجالفانومتر اتهز، عمل غلطة في لحظة إعطاء المؤشر، اسمها ستيمولس ارتيفاكت. دي نمرة واحد. تحتها تكتب جملتين، ات انديكيتس الستيمولس، وسببها ان انا بستخدم الكتريكال ستيمولس، فكهربت الستيمولس، الالكترون سريع جدا جات للالكترودز ولخبطت شويه المؤشر، ولسه الايونات لسه كهربت العصب ما اتحركتش. واحنا جايين نقيس كهربه العصب، الاكشن بوتنشال اسمه نيرف، نيرف سيجنال، نيرف امبلس، جايين نقيس النيرف مش الستيمولس. انت فهمت ايه اهميه الستيمولس ارتيفاكت ليك انت؟ مش هتكتبها، ان هي بتساعدني في تحديد بدايه الريتم بيريود، اللي بتساعدني في حساب السرعات، ازاي عرف السرعات العالم يفكر. نحن الان في انتظار وصول الديبولاريزيشن من مكان الاستيمولس الى الالكترود عشان يتسجل، احنا مستنيين، ادنا على خدنا ريتم بيريود، هتكتب تحتها جملتين، تطول وتقصر حسب حاجتين، الديستانس ما بين الاستيمولس والالكترود والفيلوستي، واستغليناها في ايه؟ في حساب الفيلوستي. يبقى رجع الفيديو بس، وصلنا المهم، وصل الديبولاريزيشن الحمد لله على السلامه، بدل ما جوه بينقص 90 في اثناء الديبولاريزيشن، جوه لما دخل الصوديوم حصل فتح الفولتج جيتد صوديوم شانل، حصل صوديوم انفلكس خلى جوه يزيد عن بره زائد 35، فالمؤشر اتنقل من ناقص 90 لزائد 35، رسم اسندنج ليمب يمثل ظاهره الديبولاريزيشن، سببها صوديوم انفلكس دخل عن طريق فولتج جيتد صوديوم شانلز. مرورا بنقطتين مهمتين، ناقص 65 هي الفارينج ليفل، الاستيمولس فتح بعض الصوديوم شانل، والديبولاريزيشن لما دخل شويه صوديوم شانل عمل ديبولاريزيشن فتح شويه اكتر لحد ما عند الفارينج ليفل كلهم فتحوا بعض، وقلنا ليه سموها فارينج ليفل؟ عندها بيفتح كل الصوديوم شانلز. ثم الزيرو بتساعدنا في حساب قوة التغير، يبقى من ناقص 90 لزيرو اللي هو الايزو بوتنشال، بره زي جوه، الفرق جوه دي زيرو، يسموه ايزو يعني متساوي، ايزو بوتنشال كهرباء بره زي جوه زيرو، يبقى كده 90 وكده 35 يبقى 125. مشي الديبولاريزيشن، مشي ورجعت الحته تاني دي في حاله ري بولاريزيشن، خرج البوتاسيوم، بوتاسيوم ايفلكس من خلال الفولتج جيت بوتاسيوم شانل، رجع لي بره بوستر جوه نيجاتيف جوه ينقص 90، فالمؤشر نازل ناحيه 90. يبقى رسم ديسندنج لين بيمثل ريبولاريزيشن، سببه بوتاسيوم افلكس من خلال فولتج جيتد بوتاسيوم شانل. ليه بطيء مقارنه بالديبولاريزيشن؟ دي كانت 2 شانل، انما دي 1 شانل، وده مش بطيئه في فتحها بس وفي اغلاقها كمان، ما لحقتش تقفل على ناقص 90 فتسرب بوتاسيوم اكتر، فبقى بره مور بوزيتيف، بقى بره مور بوزيتيف بالنسبه لجوه، ما لحقتش تقفل على ناقص 90 زي ما هي بطيئه في فتحها بطيئه في فتسرب بوتاسيوم اكتر، خلى بره مور بوزيتيف، عمل لي ظاهره اسمها هايبر بولاريزيشن. فاضل نقطتين، تقول الديوريشن مده السبايك 2 ملي سكند، مده الهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكند، وحتى الارقام ماده للتامل، ربنا عاوزنا نريح فخلى الريبولاريزيشن بطيء 1 جيت للبوتاسيوم، وخلاه حتى معقوب بهايبر بوزيشن، بنبعد عن الفارينج ليفل اللي هي النقطه اللازمه لبدايه السبايك لبدايه الاكتيفيتي. اربع اجزاء، ستيمولس ارتيفاكت ليتم بيريود سبايك، سبايك ده اهم حاجه عند هايبر بوزيشن، اربع ارقام، ناقص 90 لزائد 35 مرورا بناقص 65 دي مهمه جدا، وزيرو ايزو بوتنشال، ثم تو ديوريشنز 2 ملي سكندز 40 ملي سكندز، ثم حاجه فوق البيعه زحلقناها كده، هم ليه سموا النون جيتد شانل بتاعت البولاريستيت انورد، مع انها في اثناء البولاريزيشن كانت بتخرج بوتاسيوم، لان الهايبر بولاريزيشن مدته طويله، فالبوتاسيوم اللي خرج خطا من خلال الفولتج فولتج جيتد فولتج جيتد بوتاسيوم شانل هيتسرب ويدخل لجوه من خلال اللي هي نون جيتد اللي هي الانورد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل، عشان كده سموها انورد، لانها بترجع ويدخل، يدخل بوتاسيوم جوه يرجع مكانه تاني.
دي الإجابة الأوائل، دي الإجابة كما ينبغي أن تفهم وإلا فلا. تبقى فاهم كويس قوي القصة حصلت إزاي. عاوز تفهم أكتر ديني خمس دقايق من وقتك وانت هتفهم أكتر وأكتر وأكتر بإذن الله. في أصعب حتة في النيرف يا شباب، بعد كده المحاضرة القادمة في النيرف تبقى سهلة جدا، فضل لنا محاضرة محاضرة ونص بكتير بإذن الله. الرسمة دي أنا زميل فاضل هنا هو اللي عاملها بيجاوب كل الأسئلة، مش رسمتي، لابد أن نرد إلى كل ذي حق حق. إنما رسمة رائعة ومن روعتها، بقت وورد وايد بياخدوا عن العبد الله رسومات وباخد منهم رسومات. الراجل ده بقى ما عاوز أفهمكم الأول، مفيش أكشن بوتنشال يا ولاد تكتبوه من غير ايونيك بيزيس، تاخد صفر لو في اي اكشن بوتنشال، هي العنوان اهو. ما كتبتش الايونيك بيزيس يعني مين الايونات اللي ساهمت فيها، هتاخد صفر. فالرسمه دي هي الوحيده اللي بتجاوب بطلاقه وبسهوله شديده الايونيك بيزيس. في ست اسئله المهمين هم 2 3 4 دول اكثر اهميه. افهم الاول الرسمه دي، نفهمها مع بعض. الراجل ده حط في ناحية الفولتج جيتد سوديوم تشانلز، وقلت انهم مش واحدة، لكن عشان ما يلخبطناش خلاهم 2. لما واحدة تفتح تبقى صم، لما الاثنين يفتحوا يبقى اول سوديوم تشانل فاتحين زي في الفارينج ليفل. ونفس الكلام الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز، حط 2، لما الاثنين فاتحين يبقى كلهم فاتحين، واحدة فاتحة واحدة قافلة يبقى صم. يبقى فهمت ليه اختار 2؟ عشان نقول اول اور صم. ما فيش رسمه وورد وايد، شوف اهو يعني انا بحيي الزميل مش بحيي نفسي، تجاوب هذه الاسئله افضل من هذه الرسمه. واستاذنت وخدتها منه، مش رسمتي، لن ادعي لنفسي ما ليس لي. مش زي عندنا ياخدوا امهات الكتب ويقعدوا يطبعوها ويضيع حق المؤلف. فيش هنا الكلام ده، هنا في احترام تام لحقوق الانسان في التاليف والنشر والكلام ده. مفيش خطف حاجه عندنا، هتمسك اي كتاب تتصوره في اي حاجه، لا غلط غلط. انما الامم والاخلاق، حافظ ابراهيم اعتقد كده. طيب بص معايا، احنا عندنا 6 اسئله في الريستنج ممبر بوتنشال. في سؤال ايه الوضع بتاع الفولتج جيتد سوديوم شانل الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل لحد الفايرنج ليفل؟ سؤال في الديبولاريزيشن، سؤال في الريبولاريزيشن، سؤال الرابع في الهايبر بولاريزيشن، سؤال الخامس عشان نرجع تاني للريستنج، سؤال السادس. طيب اول سؤال في MSQ، في اثناء نمره 1 الريستنج ميمبرين بوتنشال اهو 1، بيبقى مين فاتح في الفولتج جيتد صوديوم شانلز والفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز؟ الاجابه الاثنين قافلين، ما فولتج جيتد لازم يبقى ما بيفتحوش دورينج ريست. مين اللي فاتح دورينج ريست؟ ما بزهقش هعدها لك تاني، الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. ليه فاتحه؟ لانها نون جيتد، ما عندهاش جيت. الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، انها في اثناء الريستنج ميمبرين بوتنشال بيبقى بوث فولتج جيتد صوديوم شانلز وفولتج جيتد بوتاسيوم شانل قافلين. سؤال داخل سؤال، الصوديوم قافله بانهي جيت؟ بالاوتر جيت، هي عندها اوتر وينر، عندها 2 رقم الساعه الصوديوم 2. الاليق عشان الصوديوم بره تمنع دخوله تبقى قافله بالاوتر. وفاهمين ليه ربنا عامل 2 جيتس؟ عشان دي تفتح والانر تقفل فيبقى سريع، بينما البوتاسيوم قافله هي ما عندهاش غير جيت واحده. طب ربنا يحطها فين وراء الخلق خالق؟ البوتاسيوم اساسا جوه فموجوده على الانر سايد. يبقى هنا في سؤالين مهمين جدا في ام اس كيو، during resting membrane potential what about the voltage gated sodium and voltage gated potassium؟ الاثنين قافلين، سؤال داخل سؤال، الصوديوم قافل بمين؟ بالاوتر، والبوتاسيوم قافل بالوحيده اللي يمتلكها وهي موجوده جوه، ما بيسماش انر ما عندوش 2، بالجيت اللي موجوده على الانر سايد. طيب ندي ستيمولس لحد الفايرنج ليفل، قلنا بقى صم صوديوم تشانل بيبقوا فاتحين بيفتحوا كلهم هنا. ففي نمره 2 قبل الفايرنج ليفل
في صم صوديوم شانلز فاتحين صم بس. سؤال مهم جدا. والبوتاسيوم قافل لسه ما لحقش يفتح. طب في اثناء الديبولاريزيشن ده واحد من اصعب الاسئله، مين اللي فاتح بعد الفايرنج ليفل؟ بص نمره 3 هنا، all sodium channels all كلهم فاتحين وسام بوتاسيوم شانل. انا قلت الاستيمولس بيبتدوا زي سباق الاحصنه، بيبتدوا مع بعض بس اسرع جيت الاوتر بتاعت الصوديوم ثم الانر ثم البوتاسيوم جيت. فكل الصوديوم فاتح لكن ابتدى يفتح بعض البوتاسيوم. طب اقول لك بيجي السؤال ازاي؟ اثناء الديبولاريزيشن البرميابيلتي بتزيد للصوديوم، هجيبها لك سؤال، ولا البوتاسيوم ولا لكليهما؟ اختار الاجابه بالرسمه. في اثناء الديبولاريزيشن بيزيد البرميابيلتي تو صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم. صوديوم بس غلط، لكن بما لا يقارن لمين؟ الصوديوم. فتحصل ظاهره ال ديبولاريزيشن. سؤال اصعب الاسئله، في اثناء الديبولاريزيشن البرميابيلتي ما بتزيدش للصوديوم فقط، للصوديوم اساسا، كل الصوديوم شانل فاتحه لكن ابتدى يفتح صم بوتاسيوم شانل. طيب نمره 4 ريبولاريزيشن، قفل الصوديوم هنا بالانر جيت، كل الصوديوم قفل هو هنا بالانر جيت، ده سؤال. يبقى في اثناء ريبولاريزيشن اول صوديوم شانلز ار كلوزد بمين بقى؟ بالانر. قلت الانر هي الان اكتيفيتد، هي اللي وقفت النشاط. الاوتر لما بتفتح تشتغل، يبقى الاوتر اكتيفيتد، انما الانر بتوقف النشاط ان اكتيفيتي. ودلوقتي فاتح كل البوتاسيوم شانل اول بوتاسيوم شانل. سؤال صعب هيسالك، وات ذا كوز اوف ريبولاريزيشن؟ الطالب العادي يقول بوتاسيوم افلكس من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، الاجابه خطا. انت عشان تعمل ريبولاريزيشن لازم الاول توقف الديبولاريزيشن. عربيه ماشيه لقدام، ماشيه لقدام اهي، وبعدين عاوز تجيب لورا، ماشي لقدام، يبقى لازم الاول توقف القوه اللي ماشيه لقدام وبعدين تجيب لورا. يبقى الاوائل وهنا فقط تصنع الاوائل. What is the cause of repolarization? Inactivation of sodium channel ثم inactivation of sodium channel ثم activation of all voltage gated potassium channel. طيب السؤال الخامس، ما سبب الهايبربولاريزيشن؟ ان البوتاسيوم شانل زي ما بيفتحوا ببطء بيقفلوا ببطء، لسه في صم بوتاسيوم شانلز فولتج جيت بوتاسيوم شانل ار ستيل اوبند، فتسرب من خلال البوتاسيوم فحط بره مور بوزيتيف تشارجز فعمل هايبر بولاريزيشن، بقى بدل ما فرق الجهد ناقص 90 بقى ناقص 100 ناقص 110، بقى الفرق مش 90 الفرق 100 110. قلت لك ماينس دي ملهاش دعوه، دي مش رياضيه، ماينس دي مش حاجه رياضيه، دي بتقول لك ان جوه بقى في مور نيجاتيف. طب خدت بالك للي عندك ذكاء، ايه الفرق بين الرسمه 5 في الصوديوم و1 في الصوديوم؟ ان احنا الصوديوم شانل هنا مقفوله ورجعنا قفلناها تاني، بس قفلناها بالشانل غلط، هنا كانت مقفوله بالاوتر، هنا مقفوله بالانر. عشان نرجع تاني للريستنج ممبر بوتنشال اللي هو نمره 6، لازم الصوديوم شانل تصلح روحها، بدل ما هي قافله بالانر ترجع تاني تقفل بال اوتر، والبوتاسيوم هو قفل عادي خالص، ونبتدي دوره جديده. واحد ده اسمه ايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال. يبقى النهارده جاوبنا سؤالين يا شباب، اللي هو اهم سؤالين في نيربا مصر، الشانلز اللي خدوا فيها جائزه نوبل وفهمتوا ليه بيجيبوها، عشان دي جائزه نوبل هودجكن وهاكسلي، ثلاث فصول، البولاريز ستيت المسؤول عنها الانورز ريكتيفاين بوتاسيوم شانل اللي هي نون جيتد، ثم الديبولاريزيشن فولتج جيتد صوديوم شانل يعمل صوديوم انفلكس ديبولاريزيشن، ثم فولتج جيتد بوتاسيوم شانل يعمل بوتاسيوم افلكس خروج ريبولاريزيشن. ده سؤال يجيب لك اتكلم على الشانلز اللي في النار. سؤال ثاني الاكشن بوتنشال، من غير ما يطلب حضرتك تكتب الاونيك بيسس. عايدة تاني كام سؤال هنا، انا عادل الاسئلة، ما انا احب النظام جدا، ما عشقت مثل عشقي للنظام. تبقى معايا هنا تفهم فيسيولوجي، في مكان اخر محاضرة اخرى في اليوتيوب مليان محاضرات تحفظ فيسيولوجي. بس
فزي ما بقول كان حتى احد الطلبه الامريكان هنا خرج بيقول لهم انجلش ذا ايجيبشن بروفيسور وبعتز بكلمه ايجيبشن ما يعرفش اسمه مش عارف ينطق اسمه از دوينج ماجيك فاهمها لنا تماما ماجيك. بص تاني كام سؤال ستة شباب هنقولهم ونقفل. في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال ايه وضع الفولتج جيتد صوديوم ووضع الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل قبل الفايرنج ليفل؟ السؤال الثاني الديبولاريزيشن بعد الفايرنج ليفل اللي عند فايرنج ليفل فتح كل الصوديوم شانل فتحوا بعض سموها بوزيتيف فيدباك او يسموها سيلف ريجينيتيف يعني تغذيه ذاتيه بيغذوا بعض زي الحريقه ما بتغذي روح انت تولع في شويه وهي تولع في روحها في الباقي ثم ريبولاريزيشن ثم السؤال الخامس الهايبر بولاريزيشن ثم ازاي هنرجع ايه الفرق بين هنا وهنا ان لا الصوديوم ملخبط لازم نعدلها في نمره 6. اول سؤال في سؤالين في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال بولارايز ستيت مي وات اباوت ذا فولتج جيتد صوديوم اند فولتج جيتد بوتاسيوم شانل الاثنين قافلين سؤال داخل سؤال صوديوم قافل بال اوتر وهو الاليق لان الصوديوم بره لانه وراء الخلق عاقلا نسميه الله. طب الفولتج جيت بوتاسيوم شانل عندها جيت واحده الاليق انها تبقى لجوه عشان تمنع البوتاسيوم اللي جوه انه يخرج. يبقى سؤالين الاثنين قافلين دي قافله بالاوتر صوديوم ودي قافله باللي جوه. ممكن في سؤال ثالث مين الوحيده اللي فاتحه في اثناء ديستنج ممبر بوتنشال انت عارف الانوردز ريكتيفاي بوتاسيوم شانل لانها نان جيتد ودلوقتي بس عارف ليه سموها انورد. اتمنى السؤال الثاني قبل الفايرنج ليفل بيبقى سام بوتاسيوم شانل فتح بس سام صوديوم شانل اسف سام صوديوم شانل فتح وكل البوتاسيوم شانل قفل. طيب بعد الفايرنج ليفل ده اصعب سؤال بقى يا شباب في اثناء الديبولاريزيشن بيفتح اول صوديوم ولان ابتدوا مع بعض زي سباق الاحصنه بس دي سريعه جدا دي فتحتهم كلهم دي فتحت شويه فبقت المحصله لصالح مين الصوديوم فحصل ديبولاريزيشن. يبقى في اثناء الديبولاريزيشن بيفتح الصوديوم بيفتح الاوتر عشان كده سموه الاوتر اكتيفيتد وفتحت كل الصوديوم وصام بوتاسيوم. فما يجي لي في الام اس كيو ديورينج ديبولاريزيشن البرميابيلتي بتزيد للصوديوم ولا البوتاسيوم ولا لكلاهما للاوائل لكلاهما بس اقولها بطريقتي صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم في بوتاسيوم ثنائي. في اثناء ريبولاريزيشن الاوائل ما سبب ريبولاريزيشن عربيه طالعه لفوق ماشيه في الاتجاه ده هنعمل كده الاول توقف القوه دي يبقى تقول ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانلز ان اكتيفيشن بانهي جيت هي الان اكتيفيتد جيت فاكرها بالسمع بالانر جيت ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانل نقفل انر ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانل ثم اكتيفيشن اوف اول بوتاسيوم شانل. السؤال الخامس الهايبر بولاريزيشن ليه حصل هايبر بولاريزيشن؟ لان زي ما البوتاسيوم شانل بطيئه في فتحها بطيئه في اغلاقها في شويه ما لحقوش يقفلوا فتسرب بوتاسيوم عمل هايبر بولاريزيشن خلى الاوتر سيرفس عليه بوزيتيف تشارجز بالهبل وانت فاهم حاجه ليه ده بره القصه دول هيدخلوا عن طريق ايه دول زياده طريقتين هتدخلهم الصوديوم بوتاسيوم بامب طبعا لكن في طريقه ثانيه الانرجيت فاين بوتاسيوم شانل يبقى في وسيلتين للبوتاسيوم الزياده اللي غير مكانه ويرجع مكانه الصوديوم بوتاسيوم بامب 100% والانورد اكتفاين بوتاسيوم شانل وفهمت في الحاله دي هيدخلوا تاني عشان كده سموها انورد. طب خدت بالك الاسكال الفرق بين الرسمه الخامسه بالنسبه للصوديوم واحد هنا قافله وهنا قافله بس هنا قافله بالاوتر هنا قافله بالغلط بالانر فلازم نرجع الى موقعنا مره اخرى. ده الايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال ولا تنسى انا عاوزك تحب الموضوع مش تستصعبه انت النهارده ما درستش محاضرة في النيرف انت درست كهرباء الجسم الانسان حي بهذه الكهرباء لو توقفت الكهرباء يبقى جثة هامدة كهرباء الجسم اللي هو الاكشن بوتنشال اللي هو اهم ما فيها ايه يا شباب سبايك بوتنشال اللي هي 3 و 4 اللي هي اهم ما فيها ايه 3 ديبولاريزيشن صوديوم انفلكس
من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانلز. وعشان دي بقى دي اللي بتعمل اكتيفيتي ربنا مستعجل عليها جدا, فعمل كام شانلز؟ اثنين للصوديوم, كام جيت اسف, اثنين اوتر جيت لما تفتح يدخل الصوديوم, يبقى دي الاكتيفيتي جيت. ولما في 1/10 من الثانيه يدخل الصوديوم بكميه محسوبه يخلي جوه يزيد لاول مره 35 عن بره, تقفل الانر, يبقى الانر اللي بتوقف النشاط. فالانر انر هي الان ان ان اكتيفيتد جيت, الاوتر هي الاكتيفيتد, والزمن انت بس اللي عارفه 1/10 من الثانيه. كافي ان ينعكس الاستقطاب ريفرسال بولاريتي, بنسميها مجازا دي بولاريزيشن, من ناقص 90 لزائد 35, وهو ده اللي بيشغلك. العضله عندما تنقبض, والغدة عندما تفرز, والعين عندما تبصر, والأذن عندما تسمع, والعقل حينما ينضح بأفكاره, ما هو إلا action potential, ما هو إلا spike potential, ما هو إلا depolarization sodium influx من خلال voltage gated sodium channels. وكم جيت؟ 2 gates. الاوتر اكتيفيتد تفتح يحصل اكتيفيتي, ونوقفها بالانر, انر هي الان اكتيفيتد. هو ده الاكشن بوتنشال يا شباب, كما ينبغي ان يفهم والا فلا. وده بيزس الفسيولوجي, هو البيزس بتاع الميديسن. تفهم فسيولوجي تفهم ميديسن. جائزه نوبل تعطى في الفسيولوجي والميديسن, مش في اي ماده تاني. لا يمكن هتفهم الخلل في الوظيفه الا لو فهمت الوظيفه. بشكركم على وقتكم. انا عارف طولت شويه بس ما كانش ممكن اقف غير بعد ما عيد تكرارا ومرارا هذا الجزء. اشكركم لحسن انصاتكم, ما حدش عامل اي هيصه انا متاكد, وانكم اديتوني زي ما هقعد اقولها, ما هو اغلى حاجه؟ الوقت. الوقت هو اغلى حاجه, اديتوني وقتكم, واتمنى اكون افدتكم بالوقت ده. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق, وفقكم الله. بس قبل ما اختم عاوز اقول نقطه, ان احنا موعدنا هتبقى للسنه الاولى كالاتي. بليز بقى, عشان مش عاوز كل مره واحد يكتب لي ده اولى ولا تانية. هناخد باذن الله الجمعه نيرفن مصر, هناخد باذن الله عشان يبقى في سبيسنج صح. الاثنين هناخد انتروداكشن, الاربع هناخد اوتونوميك. احنا خدنا المره اللي فاتت ايه, متهيألي كانت انترو اسف. يبقى هناخد الجمعه نيرفال ماسل, الاثنين اوتونوميك, الاربع انتروداكشن. لما نخلص انتروداكشن نشغل نص محاضره, هنرجع تاني بلاد يا شباب عشان تبقوا عارفين. يعني تاخد نص محاضره الاوتونوميك, فاضل له محاضره محاضره ونص. يبقى عندنا المواعيد كالاتي, اكتبها سجلها من فضلك لنفسك عشان ما تقعدش تسالني اي يوم غير دول, يبقى مش تبعك. جمعه 2 4 باذن الله, جمعه 2 4. ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق, وفقكم الله.